السلام عليكم. عليكم السلام، ازي وعليكم حضرتك؟ السلام. استيقظ تلفو؟ تمام. طيب، انا مش عارفه العدد قد ايه دلوقتي، بس هي الدفعه بتاعتكم حوالي 160 مش كده؟ الصوت واضح؟ واضح. ايوه واضح مع حضرتك. ايوه مساء الخير. طيب ماشي، ان شاء الله نبدا المحاضره بتاعتنا. انا المحاضره مظبطه في المواعيد مع لجنه الجدول، فان شاء الله هنتعوض باذن الله. المحاضره النهارده محاضره مهمه جدا، هي دي اللي كنت هدي. ده اللي يخص المقرر في التصميم الهيدروليكي، سواء خدتوه في سنوات سابقة. هو تصميم أعمال ري 2 ده بيجمع كل المقررات اللي انتوا خدتوها قبل كده، من أول رسم مدني مرورا بالفلويد والهيدرولوجي مرورا بتصميم أعمال الري 1 والهيدروليكا. بنجمع كله، بيتجمع بس على جزيئات، مش كموضوع للشرح زي ما خدتوه قبل كده. لا، ده موظف وانا بصمم لتصميم المنشأ، يعني وانا بصمم المنشأ الحته دي انا محتاجه لها من الكورس ده، والحته دي انا محتاجه لها من الكورس ده. فالنهارده هنحدد الاجزاء اللي هتحتاج لها في كل المنشآت اللي هنصممها ان شاء الله في المقرر، والاجزاء اللي انتوا خدتوها قبل كده هنرجع عليها سريعا، والاجزاء اللي انتوا ما خدتوهاش قبل كده هنشرحها بالتفصيل. عشان كده المحاضرة دي مهمة جدا، وإن شاء الله يعني أتمنى الحضور يكون كويس. هو حضرتك عملت شير للسكرين ولا لسه بقى؟ أنا كنت عاملة دلوقتي وراح، فأنا هرجعه تاني دلوقتي. أنتوا ما شفتوش حاجة خالص؟ لا انا ما شفتش. لا كانت شغاله يا دكتور، كان موجوده مش كده؟ كانت موجوده. ممكن بس يا دكتور تعملي شير للشاشه نفسها عشان الماوس بتاع حضرتك يبان. شير للشاشه يعني ايه؟ مش فاهم. يعني بدل ما تعملي انك انت تشير ملف معين، اعملي شير سكرين. يعني افتحها على الديسك توب واخدها من على الديسك توب؟ لا، هو يظهر الشاشه بتاع حضرتك بالماوس سكرين بدل ما تشيري ملف معين. انا الحقيقه مش فاهمه، انا محملاها على الجروب بتاع تيمز ومشيرها من عليه. هوري حضرتك ثواني. بص يا دكتور كده، انا كده عامل شير اهوت للشاشه عندي. ايوه تمام. من هنا كده، من الزرار، من الايقونه دي هنا كده. ايوه ده. طيب يبقى محتاجه افتح المحاضره على الديسكتوب و تمام. هشوف كده. حاضر. Thank you.
كده ظهر الماوس شباب؟ ايوه ظاهر. ايوه ظاهر كده ظاهر. هو مع مع تيمز المفروض في ابلكيشن بينور يخلي ينور احمر، بس ما عرفتش استعمله، حاولت بس ما عرفتش. زي ما قلت انه النهارده ده زرار عرض تحت يا دكتور. نعم يا دكتور، في زرار كده تحت بيعرض السلايد بس هي اللي ظاهره قدامنا، ما يعرض الفول سكرين. ايوه ممكن وضع. زي ما قلت النهاردة المحاضرة شاملة الحاجات الأساسية اللي في الجزء الهيدروليكس، يعني مش الجزء الاستراكشر، الاستراكشر مش هيبقى صعب بالنسبة لنا، الجزء كده بالنسبة للهيدروليكس كل اللي خدناه قبل كده هيتجمع، والرسمة اللي موجودة على الكفر اللي أنا حطيتها على الكفر بتاع المحاضرة دي بتجمع كل الحاجات اللي ممكن نحتاج لها. ده مثلا دايفرجن هيد ورك، ايا كان انطره هالدار سد بيحصل قبله. بيتكون باك ووتر كيرف قبل ما يحصل نتيجه نقص السرعه، تناقص السرعه قبل المنشأ، سواء في بوابات مقفولة أو هو نفسه قفل المجرى خالص، إنه الارتفاع بيزيد ويتكون عندي باك ووتر كيرف. بعد كده لما بيحرك من الأب ستريم للداون ستريم بلاقي المية بتمشي بسرعة جدا، بتنزل بسرعة جدا، ففي احتمال كبير جدا إنه يحصل هيدروليك جامب. لو ما فيش سبمرجن هيدروليك جامب أو ما فيش سبمرجنس للفلو، ممكن هيحصل عندي في الداون ستريم هيدروليك جامب، طولها هيختلف حسب السرعة وحسب الكونجكت ديبس وحسب حاجات كتير. لما بتحصل الهيدروليك جامب بيحصل معها دوامات كتير وانرجي ديسيبيشن. ساعات بحتاج ان انا اعمل مكسرات للديسيبيشن دي في نهاية المجرى اللي هو الجزء العتب اللي موجود في نهاية المجرى ده. العتب ده احيانا بعمله عشان اعمل ديسيبيشن للانرجي ما توصلش للجزء التربه اللي بعد كده او قاع المجرى المائي. طب لو ما حصلش الكلام ده او برضو الانرجي عاليه، هلاقي اتكون عندي سكاور هول او حفره من نتيجه النحر من سرعه المجرى المائي، فبيكون عندي جزء من النحر مباشره بعد نهايه الاساسات او الفرشه بتاعت المنشا. فبيظهر عندي حاجات، ده كل ده انا بتكلم في حاجات فوق. طب وتحت هنلاقي فيه ميه برضو بتتسرب من تحت للناحيه الثانيه، بتعمل لي اكزيت جريدينت هنا، بتعمل لي سيبج وابليفت، حاجات كتير يعني سيرفيس وسب سيرفيس هنتكلم عنها النهارده بالتفصيل، علشان الجزء اللي انتوا خدتوه تقولوا ان انتوا خدتوا الجزء ده نعديه في المحاضرات الجايه مش النهارده، يعني عشان احنا لما نيجي نشتغل في التصميم على كل منشأ لوحده هنبدا ناخد خطوات معينه لكل الحاجات اللي احنا نتكلم عليها النهارده. المحاضره بتاعتنا هتتكون من اول ما بختار المكان اللي اعمل فيه الدايفرجن هيد ورك. طبعا الدايفرجن هيد ورك ممكن يكون ميجا ستراكشر زي اناتر كبيره على فرع على نيل النهر، او منشأ صغير على قناة توزيعية أو فرعية. أي دايفرجن هيد ورك بيبقى له لي أوت معين وله تكوينات معينة، يعني عناصر لازم تكون متوفرة فيها، كل عنصر له وظيفة معينة، هناخد إيه هي العناصر الأساسية. بعد كده بيبقى عندي التصميم بتاعي للدايفرجن هيد ورك الرئيسي، الجزء الرئيسي في دايفرجن هيد ورك. هناخد قواعد التصميم، المعدات الأساسية الحاكمة، الأسامشنز بتاعتي، بحيث ما نحتاجش نقول كل مرة الكلام ده، هنبقى عارفين في أي منشأ ده هيطبق عليه معادلات إيه، هندخل على التطبيق على طول. بالنسبة للهيدروليك ديزاين أنا عندي جزئين في الهيدروليك، السيرفيس ووتر فلو أناليسيس، بعمل أناليسيس للمية اللي فوق من الباك ووتر كيرف والهيدروليك جامب والسكاور لينس والكلام ده كله من فوق، من سب سيرفيس فلو بيتكون على السيبج والابليفت والاكزيت جريدينت. فاحنا هنقسم الهيدروليك ديزاين بتاعنا او اناليسيس لجزئين، جزء سيرفيس فلو وجزء سب سيرفيس فلو.
بعد كده هنتكلم على البروبلمز اللي دايما بتحصل مع منشآت الدايفرجن ورك وما تعرضناش لها قبل كده في المنشآت الكروسنج، وبعد كده هنتكلم على الاستراكشر استابيليتي سريعا اللي احنا عارفينه قبل كده، هنغطيه بس ك معادلات الاستابيليتي اجينست اوفر تيرنينج وسلايدنج، هنفكر بعد بيها علشان بعد كده لما نيجي نشتغل عليها ما نحتاجش نقولها كل مره، نقول الاستراكشر استابيليتي يبقى معروف الاستابيليتي بتاعتنا على ايه. اول حاجه ازاي اختار الموقع بتاعي دكتور بعد اذنك، هو يعني ايه بيركوليشن؟ ما انا هقول اهو، ما انا بقول المفردات اللي هنتعرض لها النهارده، لم الجزء اللي ما خدتهوش هتقول الجزء ده ما خدناهوش قبل كده، الجزء اللي خدناه ومش فاكرينه قولوا خدناه بس عايزين نراجعه، الجزء اللي عارفينه وحافظينه قولوا الجزء ده احنا خدناه، على اخر المحاضره هاخد منكم الفيدباك علشان الجزء اللي ما اتاخدش اديه باستفاضه وبعد كده يمشي معانا بقيه برضو المنشآت كلها. تمام؟ طيب تمام، شكرا. العفو. ازاي اختار المنشأ الدايفرجن؟ احنا قلنا الدايفرجن نتورك ممكن يكون انطره، ممكن يكون هدار. كلمة دايفرجن يعني توجيه، أنا بوجه الفلو، عايزة أدي القناة فرعية، عايزة أرفع المنسوب علشان السلوب بتاع الأرض ورفعة الأرض محتاجة منسوب عالي في البداية، كل الكلام ده أنا بحتاجه يعني ببقى على أساسه عايزة أحدد إزاي أختار مكان مناسب للدايفرجن هيدورك. كل مكان المجرى كبير زي نهر او فرع من فروع النهر بيبقى الاختيار اصعب لانه بيبقى مكلف، غير لما اختار على ترعه صغيره زي ترعه القاصد مثلا، لو اخترت عليها دايفرجن هيدورك مش هيبقى الاختيار مكلف قد ما اعمل على فرع رشيد او فرع دمياط او نهر النيل نفسه مثلا. من اهم الشروط اللي لازم تتوفر في الاختيار المكان، اول حاجه انه يكون جزء عدل. يعني ايه عدل؟ زي ده كده مفيش فيه منحنيات، ادي دايفرجن هيد ورك اهو جاي من هنا، المنشا ده بيعمل دايفرجن هيد ورك من المجرى ده، دي اسمها بنقول عليها انطره فم، ده المجرى الرئيسي بتاعي وهيدي للمجرى ده عن طريق انطره فم موجوده هنا. اختار الانطره ازاي؟ في مكان يكون عدل، يعني الجزء اللي هنا المنحني ده ما يصلحش ابدا ان هو يكون موقع لدايفرجن هيدورك، فلما جيت اختار اخترت برضه في جزء عدل وافضل ما يمكن يكون عمودي على السنتر لاين بتاع المجرى. يعني ادي السنتر لاين بتاعه، ما يفضل يكون عمودي، يفضل يكون عمودي. طب ليه يكون جزء عدل مش منحني؟ حد يقول لي كده؟ اي جزء منحني زي ما خدنا في الهيدروجين. نعم، عشان اقلل اعمال المواد المستخدمه يعني اقل ما يمكن. لا ده في الضيق، ان انا لسه هقول انه لازم يكون في مكان ضيق، ضيق لانه كل ما كبرت القطاع اخترت قطاع في المجرى كبير هيكلفني اكتر، فلازم اختار مكان يكون اصغر ما يمكن او اضيق ما يمكن عشان التكلفه. انما عدل مستقيم يعني علشان خاطر ما يحصليش سكور وسيدمنتيشن او ما يحصلش نحر وترسيب. الجزء ده لو انا الميه عندي جايه هنا في الجزء المنحني ده، لو نفتكر قبل كده اما الانحناء ده بيحصل عنده نحر والجزء ده بيحصل عنده ترسيب، فلو انا جيت عملت مجرى على الجزء، عملت دايفرجن هيدورك على الجزء المنحني ده، ممكن مع استمرار عمليه النحر والترسيب لسنوات طويله الاقي الجزء اللي في النحر اساساته اتكشفت خالص، ما عادش على موجود عليه تربه، والجزء اللي حصل له ترسيب على طول اندفن وما عادش باين من كتر الترسيبات. فيفضل في المنشآت الدايفرجن هيدورك او الكروس الستورج هيدورك بصفه عامه ان انا اختار منطقه تكون عدله مستقيمه علشان خاطر احتمالات النحر والترسيب تكون اقل ما يمكن. يفضل انه المجرى الاكس بتاعه، المنشأ الاكس بتاعه يكون عمودي على المجرى. العمودي بيقلل لي التكلفه وبيبقى احسن من الناحيه الهيدروليكيه. يفضل يكون اضيق ما يمكن، يفضل ان طبيعه التربه في المنطقه اللي هتبقى موجوده فيها الجرين كاباسيتي بتاعتها تستحمل الاساسات بتاعه المنشا اللي انا هصممه. يفضل انه الماتيريال
الحته اللي احنا واقفين عندها بالموز يا دكتور، مع حته منحنيه وفيها ستراكشر ريفر ووتر دايفرجن، فيها هيد وورك. ده الحته اللي هي السهم الاسود ده، ايوه اللي واقفين عليها بالموز بالظبط. هي بالنسبه للي قبل واللي بعد هي اكتر حته مستقيمه، ما هو الناتشرال بيبقى ماشي متعرج، لو شفت قبل وبعد هتلاقي دي ما تنفعش، هتلاقي دي ما تنفعش، هتلاقي دي ما تنفعش. دي اكتر حته بقول قدر الامكان انقي حته مستقيمه مش فيها انحناء شديد، علشان لو انا جيت حطيته هنا ولازم يكون جنبها تفريعات يعني، اصل الحته اللي قبل الاخيره ايوه اللي تحت الماوس بالظبط كده، دي اكتر حته مستقيمه في الريفر يعني. ازاي ده فيها انحناء كبير لا جدا، هي تحتها بقى، تحت كده تحت شويه. انا برضو مرتبطه بالمنطقه اللي هتخدمها، اللي هي الزمام اللي هتخدمه ده كله، يمكن ما اقدرش احطها هنا لان الزمام المفروض يبتدي من هنا ودي مجرد طريقه توصيليه، كان ممكن احطها هنا او احطها هنا، يفضل ان دي تبقى عموديه كلها على المجرى، الترعه بالمنشأ بتاعها، والمنطقه الزمام هي المنطقه اللي هتبتدي فيها التفريعات دي. لكن انا اقصد هنا ما ينفعش، ادي الكيرف ده هيحصل فيه نحر اكتر، الكيرف ده هيحصل فيه ترسيب اكتر، فبالتالي ما ينفعش هنا خالص، هنا تقريبا كلها عدله مستقيمه، فهي موجوده هنا على عموديه على الجزء بتاع محور المجرى. برضو اخر حاجه او اخر نقطتين بالنسبه للاضافه اللي انا قلتهم، انه الماتيريال اللي انا هعمل منها المنشا، يعني لو هعملها خرسانه هعملها خرسانه مسلحه، لازم يبقى جنبي الماتيريالز اللي انا هستخدمها، اسمنت، دبش، خلاطات، محطات خلط خرسانه، كل الكلام ده لازم يكون قريب مني وانا بختار المكان. طبعا ممكن ما اقدرش احقق كل ده، بس قدر الامكان في الاول وفي الاخر لازم الكوست تكون مينيمم، يعني لانه المنشآت الري في معظم الدول منشآت حكوميه بتتنفذ بقروض طويله الاجل، والقروض دي فوائد، فيفضل انها تكون التكلفه قليله جدا علشان القروض وفوائدها ما تبقاش كبيرة. ده بالنسبة لاختيار السايت سيلكشن. الكلام اللي أنا قلته مكتوب هنا بالإنجليش، لو في أي حد عنده مشكلة في الترجمة يقول لي أو تجمعوا لي الكلمات اللي فيها مشكلة وأنا أترجمها له. ده اللي أوت، زي ما قلنا كل دايفرجن هيد ورك بيبقى له مكونات أساسية بيتكون منها. انا عندي في نهر كان ماشي في امانه الله، وبعد كده انا قررت لاسباب تنمويه او اقتصاديه او زراعيه ان انا اعمل منشا دايفرجن يعترض المجرى ده. المنشا ده اللي هو منشا واحد، هو ده المنشا اللي انا عايزه اعمله، اللي انا عايزه ارفع المنسوب، اتحكم في كميه التصرف، هو ده المنشا الاساسي اللي عندي، ممكن يكون انطره، ممكن يكون هدار، بس هو ده المنشا الرئيسي. امال ايه كل الحاجات دي؟ دي حاجات مساعده علشان خاطر المنشا لما يتنفذ ما ياثرش على كفاءه المجرى المائي قبل تنفيذه زي بعد تنفيذ. لو هو مجرى ملاحي يبقى لازم يبقى عندي هويس يعدي المراكب الملاحيه، بعمله في الجنب ده، الجزء المنقط ده ممكن يكون مجرى، ممكن يكون هويس عشان السفن تمر منه. انا هقفل الجزء ده خالص بعد ما كان كله مفتوح، فلما اقفله يبقى لازم في جزء عندي بيعدي السفن الملاحيه. لو هو طب لو هو مش مجرى ملاحي يبقى ممكن انا استفيد منه بحاجه تانية. هنا الوضع هقول دلوقتي، لو هو في اسماك بيستخدم في تربية الأسماك أو بيتم منه استفادة منه في الأسماك، يبقى لازم أعمل معبر للسمك اللي هو ده بنسميه فيش لادر، أخلي السمك يعدي من الأب ستريم للداون ستريم علشان السمك الثروة بتاعته ما تنتهيش بالمنشأ.
في جزء اسمه ديفايد وول بيفصل المنشأ بتاعي الرئيسي اللي هو الأنطرة أو عن الجزء بتاع الهويس أو الجزء بتاع المفيض عن الجزء الثاني إلى ناحية تانية اللي هو المظلل بالأسود ده. الديفايد وول ده يعني حائط بيقسم المجرى المائي لجزء هو اللي هتحكم فيه والجزء الثاني يا إما هستخدمه في هويس للملاحة يا إما هستخدمه في التخلص كمفيد للتخلص من أي مياه زائدة أنا مش محتاجة لها من غير البوابات اللي موجودة في المنشأ بتاعي. لو أنا عايزة أدي ترعة تاخد من المجرى الرئيسي ده بنسميها ترعة فرعية أو off taking channel كنال، دي المية اللي جاية هنا هتدخل هنا، تدخل عن طريق إيه؟ عن طريق أنطري الفرن المنشأ اللي بيبقى موجود عند أول off taking أو الترعة الآخذة بنسميه أنطري الفرن، بتتحكم في كمية تصرف ومنسوب المية اللي داخلة في الجزء ده. اي منشأ بحجز فيه المياه لازم يبقى عندي جزء امان له ان عندي مفيد اتخلص من السرد. نفترض انه مناسيب المياه عاليه، حصل فيضان، حصل اي حاجه سببت ان المياه تزيد عن الكميات التصميميه اللي انا عاملاها، فلازم يبقى عندي مفيد اتخلص منه من التصرفات الزائده بنسميه اندر سلويس او المفيد. المفيد ده بتخلص منه من كل التصرفات الزائدة بتاعته. وأحيانا بتخلص بقدر أنقل الطمي بتاعي بدل ما يرسي قبل في الأبستريم أقدر أنقله للداونستريم. في أعمال حماية للمجرى طبعا نتيجة تغير السرعات ووجود هيدروليك جامب ووجود باك ووتر كيرف، بيحصل تغيرات هيدروليكية كبيرة جدا حوالين المنشآت خصوصا لو هو منشأ كبير أو على مجرى كبير، فلازم أعمل أعمال حماية للمجرى بتاعي بإني بعمل حوائط للحماية أحمي بيها الأعمال الترابية قبل ما أدخل على المنشأ وبعد ما أدخل على المنشأ. ده اللي أوت بتاعنا اللي كل رقم مكتوب عليه الجزء بتاعه على الشمال. هيبقى عندنا أكتيفتي هدي لك الجزء ده الرسمة من غير الكتابة اللي موجودة وهقول لك اديني وظيفة واحدة لكل جزء من أجزاء الدايفرجن هيد ورك. ده العناصر الرئيسية. أي دايفرجن هيد ورك بيكون من الكلام ده، وزي ما قلت لو هو نافيجيشن جزء رقم 5 بس بيتغير بيها. دكتور ممكن ترجمة بس الكلام اللي على الشمال؟ نعم ممكن ترجمة النقط اللي على الشمال بس. براج يعني أنطرة كبرى، تتعادل ريجوليتور هي كده كده أنطرة بس لما يكون عدد فتحاتها كبيرة زي أنطرة زفتة أو أنطرة إدفينا اللي فيها 50 فتحة بنقول عليها براج. في الإنجليش الأناطر الكبرى لها اسم غير الأناطر العادية. لو هي أنطرة على ترعة بنسميها ريجوليتور. أنطرة كبيرة فيها فتحات كبيرة، الأنطرة على ترعة دي بتبقى فتحتين ثلاثة خمسة بالكتير ما بيزيدوش عن كده، لكن لما توصل لخمسين وعشرين وثلاثين بنسميها براج. الديفايد وول هو الحائط اللي بيقسم المجرى، ده بيبقى حائط سوليد غالبا من الخرسانة العادية أو الخرسانة المسلحة أو الدبش، بيفصل الجزء اللي بيتم فيه الهنطار أو الأنطرة عن الباقي الجزء اللي على اليمين. وقلنا الجزء اللي على اليمين يا إما يبقى هويس عشان الملاحة أو يبقى أندر سلويس عشان أتخلص من كحماية مفيد حماية للمنشأ. أبروتش شانل اللي هي قناة الاقتراب اللي بخش بيها على الجزء ده، ده يعني وإحنا داخلين على أي منشأ كبير بسمي حاجة اسمها أبروتش شانل، يعني أنا داخلة على المنشأ. ودي غير المجرى التحويلي او قناه التحويل اللي بتبقى ما بنعملها قبل ما نعمل المنشا خلص عشان نغير اتجاه السريان على ما نخلص المنشا ونرجعه تاني. معلش يا دكتور رقم 4 تاني كده. نعم رقم 4 تاني ابروتش شانل يعني ايه؟ ابروتش شانل احنا قلنا الجزء 4 و5 ده لو المجرى ملاحي بنحط فيه لوك بطول الجزء الحائط ده. كل الجزء ده من هنا لحد هنا بيبقى فيه لوك او هويس عشان المنشآت الملاحية. لو انا شغلته كهويس محتاجة
ادخل السفن بتاعتي في جزء عشان يبقى مستعد ان هو يعدي في الهويس، بسميها ابروتش شانل. لو انا مش هستعمله كهويس فانا بتخلص من المية الزيادة وبعتبره كأنه مفيد للجزء الزيادة عندي في التصرفات. بس الابروتش شانل غالبا بتبقى موجودة في مداخل اللوك ومخارجها علشان خاطر السفن تستعد انها هتغير مناسبها من الاب ستريم للداون ستريم من خلال جسم الهويس. لو انا قلت اوف تيكنج شانل، لو انا عندي كنال هتاخد ميه، وانا دايما بعمل الانطره اللي موجوده في النص، في نص المجرى المائي دي بتبقى اسمها انطره وسطيه، وبالعربي بنسميها انطره حجز. انما الانطره اللي بتبقى موجوده في اول المجرى المائي اللي هي بتبقى موجوده هنا بنسميها انطره فم، اللي تبقى على اول الترعه او الشانل بنسميها انطره فم، اللي تبقى في نص المجرى زي اللي موجوده قدامنا دي رقم واحد دي اسمها انطره حجز او انطره وسطيه، بتبقى فايدتها انها تنظم المناسيب، ترفع المنسوب للترعه الاخذه قبل وبعد الانطره. لكن لما اكون هدخل هصرف تصرفات في مجرى واخد من المجرى الرئيسي فبحط على اوله انطره فم، هي دي اللي بتتحكم في المناسيب وفي التصرف اللي داخل. فانا عندي الاناطر نوعين، انطره حجز بتبقى وانطره وسطيه بتبقى موجوده في وسط المجرى المائي، وانطره فم بتبقى على اول المجرى المائي. بعد كده الريفر تريننج وركس، اعمال حمايه المجرى. زي ما قلنا اي مجرى مائي بنعمل له اعمال لما نكون هنعمل منشا والسرعات بتزيد نتيجه تضييق المجرى عند المنشا او نتيجه حدوث الهيدروليك جامب او نتيجه اي اسباب ترسيب نهر، اي تغيرات هيدروليكيه هتحصل بوجود المنشا، لازم اعمل حمايه للمجرى المائي قبل وبعد المنشا عشان القطاع بتاعه التصميم ما يتغيرش. الانواع دي بتبقى عباره عن زي انا هقولها بالتفصيل بعد كده، هدي امثله لكل جزء من ده بصور بس مش في المحاضره، هديها لوحدها وجايز اجيبها بفيديو. طبعا 8 اللي هو الفلور بتاع الاوف تيكنج شانل، والريفر فلور الرئيسي اللي داخل على الدايفرجن هيدور. هل احنا بندرس كل ده؟ لا، احنا بندرس الجزء الرئيسي اللي بيتحكم في التصرف، بندرس ناخد فكره عن اللوك لو عندي مجرى ملاحي. ده يا اما هضار، والهضارات انواع كتير هنتكلم عنها، يا اما انطره، والاناطر برضو انواع كتير هنتكلم عنها. يهمني اقول في الجزء ده انه الدايفرجن هيد ورك في جزء منها بيرمننت ثابت زي الاناطر اللي بنشوفها في مصر، الاناطر الخيريه واناطر الزفته والفينا والاناطر دي كلها. دكتور نعم. السلايد اللي فات يعني ايه مارجنال باندس ويعني ايه باندس؟ تحويطه. انا بحوط على المجرى المائي باعمال حمايه، ممكن تكون حوائط، ممكن تكون تدبيش، ممكن تكون حاجات كتير احمي بيها بس الاتربه بتاعه المجرى الطبيعي قبل ما يدخل وبعد ما يدخل. طب والتريننج ورك ازاي يا دكتور ليه؟ ما هي كلمه تريننج دي حمايه، حماية وتهذيب للمية بتاعت النهر وهي المشجرة، عشان وهي داخلة على المنشأ لو نلاحظ ان المنشأ بيبقى عرضه ضيق عشان التكلفة فالسرعة بتزيد فدايما بيحصل عندي مشاكل. فانا هديكم بالتفصيل كل جزء ده، انا كنت عاملة محاضرات قبل كده كاملة على الجزء ده بس هو مش هيبقى انترست بالنسبة لكم، فانا ممكن اديها لكم كمحاضرة فيها شرح كل جزء وصوره بس محاضرة للقراءة بس، مش تبقاش داخلة معنا من ضمن المنهج يعني كأنها ريفرنس بالنسبة. بالنسبة للكلام اللي أنا قلته ده موجود هنا بقى كأسماء، يعني الهيد ورك بيبقى فيه إيه وكل جزء بيحتوي على إيه. هل أنا عندي الجزء ده ثابت ولا متحرك؟ هل عندي فتحات فيها بينها بيرز يعني بغال ولا هو كله فتحه واحده؟ الكلام ده كله موجود هنا بالتفصيل في رسمه مجمعه. لو في اي كلمه جزء مش واضح في الانجليش يا ريت مندوب الدفعه يجمع لي كله، وانا في بيت كل محاضره هقول الحاجات اللي مش واضحه يعني اللي انا شرحته كلام ده موجود كاسماء بقى. الكلام هنا بدل ما موجود على كتابه انا مديه لكم كرسمه، فانا اتمنى انكم تذاكروا الجزء ده. ده شارح على كل جزء هو بيعمل ايه بدل ما يكتبه على جنب.
دي هتوضح شوية، بس لو جبنا صور وتفاصيل لكل جزء من دول، ده عندي هنا ده وير واللي فات كان هدار، يعني ده ديفيجن هيد ورك بوير وبهدار، واللي فات قبل كده كان ديفيرجن هيد ورك بريجوليتر. واحنا قلنا الديفيرجن يا اما كده يا اما كده. انا قلت ساعات بنبقى نحتاج ديفيرجن هيد ورك مؤقته لما بنكون بنعمل منشا كبير وبنعمل مجرى تحويل وبنقفل المجرى، ساعات بعمل مؤقت، ولما اخلص المنشا وارجع المايه تاني بهده او بهدمه. فانا عندي انواع دايفرجن هيد ورك، في بيرمننت وفي تمبرري مؤقت. زي ما اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت، انا التصميم بتاعي بيبقى فيه جزء هيدروليك وجزء استراكشر وجزء انفيرمنتال، واحنا استفدنا فيها المره اللي فاتت. النهارده هنبتدي في الجزء الهيدروليك ونشوف ايه الحاجات اللي خدناها وايه اللي ما خدناهاش بالتفصيل. ايه الداتا اللي انا عايزاها اصلا علشان خاطر ابتدي اعمل التصميم بتاعي؟ هل لو انا بصمم انطره مثلا بفتحات، هل اصمم على التصرف النورمال ولا التصرف وقت الفيضان ولا التصرف وقت الجفاف؟ ونفس الكلام في المناسيب. وقت الفيضان ليه وقت الفيضان؟ لانه بيديني تصرف، لازم اعمل حسابي ان الفتحات والتصميم يبقى سيف في اقصى تصرف، وبيديني اعلى منسوب، فلازم ابقى عامله حسابي ان مهما المنسوب عالي مش هيعدي الناحيه الثانيه من فوق المجرى. ففي حاجات لازم اعرف ابقى درسها، وده بيجي من ان انا اجيب ريكوردز مثلا من وزاره الري، او ابتدي اعمل الهيدروغراف بتاع المجرى ده واشوف اعلى بيك ممكن يجي فيها تصرف قد ايه، واشتغل على البيك ديسشارج. فانا لما باجي اصمم المنشا ما باخدش اي ديسشارج، ما باخدش اي ليفل، باخد اعلى ليفل في الفلاب، وباخد اقصى تصرف اللي هو البيك ديسشارج. طيب انا عندي المجرى بيتغير في الصيف، بالمنسوب بيعلى، في فتره الجفاف المنسوب بيقل، ساعات بقفل المجرى خالص في السده الشتويه عشان اعمل صيانه لو ترع صغيره. طبعا الانهار ما بتتقفلش، بس الترع ممكن تتقفل لاعمال الصيانه في السده الشتويه. لازم كل ده يكون عندي بيانات له، اعلى منسوب واقل منسوب والمنسوب المتوسط، كل ده اكون درساه، علشان وانا بعمل الاساسات بتاعتي للمنشا المنسوب لوتش ما يكشفليش الاساسات، ولو عالي ما يعديش المايه من الجهه الثانيه. لازم ابقى عارفه العلاقه بين التصرف واللي هو الريتنج كيرف، زي ما بيقول اعرف العلاقه بين الليفل والتصرف. كل ما بزود التصرفات بتزيد، المنسوب بيزيد بعلاقه معينه بجيبها جرافيكال، وخصوصا في الخزانات بتاعت السدود. لما بنتكلم عن خزانات السدود هنشرح الجزء ده بالتفصيل، ازاي ارسم العلاقه وازاي احسب الساعه من خلال رسم العلاقه بين المنسوب وبين الساعه بتاعتي. لازم ابقى عارفه نوع التربه بتاعتي، علشان لو هعمل فلتر، لو هيحصل تسرب من خلال المجرى، لو هحسب السيبج قد ايه، لو انا مهتمه بحسابات السيبج اللي هو السريان اسفل المنشا، فلازم ابقى عارفه متوسط الجي افريج او الدي 90% من السيف اناليسيس، لازم ابقى عارفاه، لانه بيأثر عندي في البرميابيليتي، بيأثر عندي في السيبج، بيأثر عندي في تصميم الفلتر لو انا محتاجه فلتر، كل ده بيأثر معايا، فلازم برضو البيانات دي تكون موجودة عندي. لازم أعرف الجثة بتاعت المجرى في منطقة المنشأ عشان أقدر أحدد البيرنج كاباسيتي للأساسات اللي أنا هشتغل عليها. لازم أعرف السلوب اللي هو الميل بتاع المجرى في المنطقة اللي أنا هكون موجودة فيها، علشان اضمن ان الفلو هيمشي بالجرافتي، مش اعمل المنشا والاقي المايه بترد عندي على البوابات مره ثانيه. فلما باجي مختار، بختار منطقه اعلى من الاراضي اللي حواليها والاراضي اللي بعدها، عشان اضمن ان الفلو هيتحرك بالجرافيتيشنال فلو، مش هحتاج ارفعه او مش هيحصل مشكله بعد كده. فلازم اكون متاكده من منسوب النهر ومنسوب الاراضي اللي هتقدمها
المنشأ ده. طبعاً المعادلات الأساسية اللي بنشتغل عليها. دكتور. نعم. دكتور بعدين. ممكن بس رقم 4 و 5 كلمة معلش. بقول لازم أعرف التربة بتاعتي ال ال الجرين سايز بتاعها كام. فاكرين السيف أناليسيز اللي كنا بنعمله في الماتيريال في سنة أولى وتانية؟ السيف أناليسيز للتربة أو للرمل. هو تدرج الحجرين تقريباً. لازم أعرف متوسط. نعم. اسمع تاني معلش السؤال. جرين سايز تدرج الحبايب للتربه يعني ولا ايه؟ ايوه مهم جدا. والدي 50 او الدي 90 القطر اللي هو الغالب عليها ايه؟ لان زي ما قلت لو هي رمل هلاقي تسرب فيه عادي، لو هي طين هلاقي تسرب قليل. لو انا عايزه اصمم فلتر علشان اعمل احمي البيت داون ستريم، يا إما هجيب تربة رمل حرش مورد من الخارج زي ما بيقول، يا إما ممكن أستخدم الجزء الإكزيت جريديان. الكريتيكال بتاعه مرتبط جدا بنوع الحبيبات التربة اللي هو الفوران اللي بيحصل في السكور هول، الفتحة اللي بتحصل نتيجة النحر بعد المنشأ مرتبطة بنوع التربة. فنوع التربة أو تدرج الحبايب للتربة بتاعت قاع المجرى في منطقة المنشأ مهمة جدا جدا بالنسبة لي في حاجات كتير لازم أكون عارفها. القطاع التربة بقى أنا علشان الأساسات اللي هعملها لازم أكون عارفة برضو عاملة جسات في المنشأ في المجرى عشان أشوف أتأكد إنه البيرين كاباستي عند منسوب التأسيس هتقدر تتحمل، وإلا يا إما أغير نوع الأساسات. لازم اكون عارفه قطاع التربه موجود. المعادلات دي احنا خدناها قبل كده، مانينج وتشيزي الكونتينيوس بالرولي. خمسه بس. ايوه رقم خمسه في النقطه اللي قبلها بس. الداون ستريم ووتر ليفل ان ساند فلاشنج ده مرتبط باللي قبله. دلوقتي لو انا عندي سرعة المية كبيرة في الداون ستريم بعد هيدروليك جامب مثلا، اللي هيشيل الحبيبات الرمل من مكانها ويعمل لي حفرة بعد المنشأ بنسميها ستاند فلاشنج. ان انا سرعة المية تخلي الرمل يتشال من مكانه ويعمل لي الحفرة بتاعت السباور. تمام دكتور. يا ايه السد الشتوية ده يا دكتور؟ انتوا المفروض خطاها في الري والصرف. السد الشتوية دي بتتعمل في الترعة الفرعية أثناء الزراعة. بعمل موسم صيفي وموسم شتوي، وباجي في شهر ديسمبر بقفل الترعة خالص لمدة شهر، أعمل أعمال الصيانة وأريح التربة شوية والجراوند ووتر يقل شوية علشان أريح التربة وتبتدي موسم زراعة جديد. في الوقت ده أنا بقفل المية تماما ما عدا لو في مجاري ملاحية على قد الملاحة، لو ما فيش مجاري ملاحية بقفلها تماما ما تبقاش فيها مية خالص. عايزة أبني منشأ، عايزة أعمل تطهير للترع، عايزة أعمل صيانة، كل ده بيتم في فترة السد الشتوية اللي بقفل فيها المية عن ترعة الفم تماما، وبيبقى موجود شوية مية صغيرين تسليب المياه الجوفية من جوانب الترع بس. دي بتتاخد في تصميم المناوبات الزراعية. بيبقى عندك مناوبة واحد، مناوبة اتنين، في فترة من الفترات بيبقى عندك السد الشتوية ما بنزرعش، بنسيب الأرض تنشف وما بيبقاش في مية في الترع. بتبتدي منين علشان انا قلت عايزة ايه الداتا، ايه المعادلات الأساسية؟ طب ابتدي منين؟ ابتدي من القطاع بتاع المجرى المائي بتاعي ده عند المنشأ. طبعا ده اقدر اجيبه واقدر اقيسه، اعمل قياسات واجيب المنسوب، اقدر اجيبه من الجهة اللي مسؤولة عن الترع زي وزارة الري مثلا، اقدر اجيب المناسيب قطاع الترع في موقع المنشأ اللي انا هعمله. القطاع ده هعرف منه المناسيب، هعرف منه مثل التصرف قد ايه، قصدي هعرف القطاع المائي قد ايه، هقدر احسب البيك ديسشارج من الهيستوري، هقدر احسب بمعرفة البيك ديسشارج والاريا اقدر احسب السرعة، واقدر اقنص السرعة بتاعتي لما اجي اختار السرعة داخل المنشأ، اعرف اقارن بين السرعة في المجرى والسرعة في المنشأ. طبعا انتوا عارفين ان في علاقة بينهم لازم تبقى في حدود، علاقة معينة ما ينفعش تقل عنها او تزيد عنها.
فانا ببتدي اول حاجه بعملها انا اجيب قطاع المجرى المائي عند موقع المنشا، بنسميه دايما كيلومتر، يعني ده القطاع عند كيلومتر كذا، الكيلومتر كذا ده بيبقى اللي هيتعمل عنده المنشا، اول مقترح عنده عمل المنشا. بعد ما بشوف انا خلاص جبت بيانات القطاع، ببقى عايز اعرف القطاع المائي داخل المنشا، يعني لو عندي انطره فيها ثلاث فتحات ابقى عايزه اعرف عرض الفتحه كام، عدد الفتحات كام، مساحه المايه في القطاع المائي كام، لو عندي بيرز كل بير بينهم بيفصل عرضه كام، السرعه الناتجه نتيجه تضييق المجرى بالمنشا هل هتتناسب مع السرعه بتاعت الشانل في حدود الكود ما بيقول ولا لا. فاول حاجه ده بسميه الووتر واي، الووتر واي اللي هو القطاع المائي داخل المنشا، قبل كده اللي هو الشانل العاديه بتاعتنا، الجزء الترابيزويدال ده الووتر واي بتاعي او الشانل اريا، الشانل ووتر اريا ده العادي. هنا بقى الاريا داخل القطاع المائي داخل المنشا، واضح من الرسم اللي هنا ان دي انطره وثلاث فتحات، دي نص فتحه وفتحه وانا واخده في السنتر لاين، فانا ببقى محتاجه احدد عدد الفتحات طول كل فتحه. طبعا الدبس بنفترض ان هو ثابت، وبحسب الاريا وبحسب الفيلوستي، وكل ده هيديني لحاجه احنا خدناها قبل كده اللي هي حساب الهيدنج اب بتاعي عن المنشا اللي المفروض ما يزيدش عن قيمه معينه. بتحديد القطاع المائي للترعه والقطاع المائي داخل المنشا بقدر احسب الهيدنج اب بتاعي. بعد ما بخلص الكلام ده بحتاج اعمل افترض شكل معين زي ما بنعمل في الخرسانه، بنفرد القطاع وبعد كده نعمل تشيك على هل هو سيف ولا لا، نفس الكلام في منشات الري. انا بفترض شكل القطاع الاول، لو عندي هدار بحسب بفترض طول الهدار، لو عندي الجزء بتاع السكور ده بحسب الهيدروليك جامب واشوف السيف بتاعها هيبقى قد ايه، وهكذا. لو محتاجه شيت بايل وهنقول هنحتاجه في ايه، بحدد واحد ولا اتنين. فانا بفرض الاول في التصميم بتاعي شكل البروفايل جيومتري سمك وطول ومناسيب، وبعد كده ببتدي اعمل تشيك على الاستابيليتي والسيفتي بتاع كل جزء زي ما بنعمل في الخرسانه بالظبط، بس اللي بيزيد عندنا ان احنا عندنا حاجات هيدروليكيه بناخدها معانا في السيفتي بتبقاش موجوده في المنشات الجافه اللي هي الخرسانيه العاديه. لكن الفكره ان انا افرض قطاع بعد كده اعمل تشيك، طبعا فرض القطاع بيبقى لو رينج ومعادلات امبيريكال نقدر نبتدي بيها استيميشنز معقوله، وبعد ما بنعمل نرسم الشكل وعملنا شكل معقول ومقبول ببتدي اعمل تشيك عليه سواء عليه ككله او على قطاعات معينه سيف ولا لا، وبعدين احدد بقى اذا كنت هحتاج اعمال حمايه ولا مش هحتاج، هحتاج شيت بايل، كل الكلام ده انا بحدده. لو هدار بيبقى حاجه بالشكل ده، لو انطره بتكون حاجه بالشكل ده، ده شكل انطره. دكتور المايك بيعلق تاني، ومن شويه برضو كانت السكرين مش معروضه عندي، بس دي ثالث او رابع مره المايك يبقى ما عنديش صوت، مش عارف ده من عندي ولا من عند حضرتك. هي الدكتور عملت ميوت، الدكتور قفلت الصوت اصلا عندها. المشكلة عندي بس ولا يا جماعة؟ ولا مع الكل؟ في الصوت خالص. يا دكتور قفل المايك يا جماعة، يا دكتورة تقريبا بتتكلم مع حد فقفل المايك. الماوس بيتحرك، المشكلة ان الماوس بيتحرك فهي بتكون كده بتشرح. يا دكتور لو حضرتك سمعنا هو المايك بتاع حضرتك مقفول فاحنا مش سامعين حضرتك. اوكي رجع كده صح؟
تمام. طب بقولوا لي ان انا شغال على الديسك توب بتاعي مش شغال على تيمز. يا دكتور هو المايك بيعلق كذا مرة فصل من شوية والسكرين ساعات ما بقولولي هي دي أول مرة يا دكتور دي أول مرة. طب أول مرة عندك أنت صح؟ ثالث مرة عندك أنت. معلش عشان أنا شغالة على الديسك توب بالماوس فمش باين عندي إذا كان في حاجة اتقفلت أو اتفتحت فمعلش نبهوني بس. تمام ماشي يا دكتور. ده شكل الأنطرة بصفة عامة. قبل كده ده شكل الهدار عشان لو كان الصوت رايح. الريزوليوشن بتاع الصورة بتاع الأنطرة الكلام مش واضح خالص. هي عشان صورة دي أنا رسمها الثانية صورة بس أنا بتكلم يعني بصفة أساسية. الهدار بيبقى جسم الهدار اهو وفي جزء في الأبرون أو الفرشة بتاعت الهدار في الأول وجزء في الخلف وفي الأمام. الجزء الأولاني بيبقى قصير والجزء ده بيبقى طويل عشان الهيدروليك جامب والسكور. فأنا بفرض الكلام ده كأرقام بفترضه زي ما بعمل في الخرسانة ده الجزء يمكن اللي فات. بفترض الأبعاد والقطاعات والسمك والطول زي ما بعمل في تصميم الخرسانة بالظبط. عايز أعمل كاميرا معينة بفترض العرض وأعمل تشيك وأشوف الحديد والنسبة وأشوف القطاع والاستريسز. نفس الكلام بنعمل هنا بالنسبة للمنشآت بتاعت الدايفرجن. يعني أنا دلوقتي رجعت المعادلات الأساسية افتكرنا المعادلات الأساسية اللي بنستعملها. حددنا الووتر التشانل ووتر اريا. حددنا الووتر اريا داخل المنشأ المفترض عدد الفتحات عرض الفتحة. ابتدينا نفرض الجيومتري أو الشكل الهندسي للمنشأ وده لو هدار ودي لو أنطرة. الرسمة مش واضحة قوي لان دي صورة بس هنعمل بعد كده رسومات اوضح هتيجي في نفس المحاضرة. يعني الانطرة الاساسي خالص يعني دايما بيرسموها عبارة عن بوابة وفي مية في الاب ستريم ومية في الداون ستريم بس. يعني هو الشكل ده شكل كامل لانطرة بكل اعمال الحماية بكل بالوينش بالكوبري كل بالدبش بالفلترز الاعمال الحماية اللي تحت. لكن الانطرة الملخص بتاعها عبارة عن بوابة ومعدي من تحتها مية في منسوب الابستريم وفي منسوب الداونستريم. زي ما قلنا انه عندنا التصميم الهيدروليكي كبير جدا في المنشأة الستورج فانا بقسمهم لجزئين علشان كل جزء بيبقى له شويه معادلات حاكمه له. السيرفيس ووتر فلو وده اللي بجيب منه الباك ووتر كيرف بجيب منه المناسيب بتاعه الهدار لو عندي عتب الهدار او العرض الفتحه ارتفاع الفتحه بتاعه البوابه لو بتكلم عليها. بقدر ارسم شكل البروفايل بتاعي واستعمل كل المنحنيات اللي خدناها الام 1 والاس 2 وكل الكلام اللي خدناه في الهيدروليكس بنطبقه والام 3 حسب الحاله بتاعتنا. برسم الهيدروليك جامب وبحسب طولها وبحسب الديستريبيوشن بحسب الكونجوجيت ديبس وكل ده بيوصلني ان انا بعد كده اقدر احدد الطول بتاع السكور بتاعي وهل هعمل حمايه بعد ما اخلص القاعده بتاعه المنشأ بتاعي هحتاج حمايه اضافيه من الدبش او فلتر ولا الطول اللي انا هعمله هيبقى كافي. وهندرس الكلام ده بالارقام يعني هنحسب الطول المطلوب وهل هنعمله كله من الخرسانه ولا من اللي هي القاعده نفسها ولا هنكمل جزء خرسانة ونقف فين ونكمل بعد كده اعمال دبش وحاجات زي كده. دلوقتي بقى عندي الكروس سيكشن بتاعي على سبيل المثال وبقى عندي المنشأ وعندي شكل الفلو فوق المنشأ. ده هدار بس هدار حديث على منسوبين الاب ستريم له منسوب والداون ستريم له منسوب. انا بيبقى عندي القطاع الاصلي للمجرى المائي اهو في منطقة وده الشكل المتوقع وشكل الفلو اللي موجود هنا. انا عندي الهدار عليه ارتفاع المفروض هيبقى فيه ارتفاع للمية فوقه اللي هي الاتش بتاعت الهدار اللي بيحدد تصرف المية اللي هتعدي. المفروض ان هتتكون عندي هيدروليك جامب في المنطقة دي.
مفروض ان هحتاج اعمال حمايه هنا عشان السكور لينس بتاعتي ما حصلش سكور هول ولا لا، كل ده المفروض بيبقى عندي. انا خلصت قطاع المنشا اللي انا فرضته، ببتدي اركب المنشا ده على المناسيب الترابيه اللي بتاعه القطاع الترابي عند المجرى عشان يبقى عندي تصور للشكل ده، وابتدي ادخل على الحسابات بتاعتي الهيدروليكيه. طبعا هيحصل عندي ظواهر كتير. ده الشكل اللي موجود على الكفر بتاع المحاضره، ادي ادي المنشأ بتاعي، وادي المايه اللي جايه من الامام من الاب ستريم هتدخل وهتعدي. طبعا ده هدار، الهدار المايه بتعدي من فوقه بارتفاع اتش، وخدنا هنراجعنا على معدلات الهدار في الشيت اللي فات، وهناخدها بالتفصيل ان شاء الله لما نتكلم على تصميم الهدارات المختلفه. فانا عندي الارتفاع بتاع المايه فوق الهدار ده اللي بيحدد التصرف، وبيفرق اذا كان ريكتانجولار وير ولا ترابيزويدال وير ولا ايا كان النوع، برود كريستد شارب ايدج. خلصنا وعدينا الناحيه الثانيه، هيتكون عندي هيدروليك جامب. الهيدروليك جامب دي لها طول معين، المفروض ان طول الفرشه دي الفرشه اللي موجوده دي الطول ده لازم يكون معدي نهايه الهيدروليك جامب. ازاي بقى احسب الطول ده وازاي احسب؟ ولو انا عندي سكور لينس معين الكود بيقول عليه الكود الري، كود منشات الري، وانا نزلت لكم امبارح على فكره كود الهدرات وكود الاناطر وهو بالعربي ده كود وزاره الري، ونزلت لكم كود الامريكي كمان بالانجلش اللي هو اليو اس بي ار عشان اللي يحب يطلع على الكودات او يراجع لو انا قلت حاجه غلط يراجعني، يعني يبقى معاكم ككود. لو انا زي ما احنا شايفين الجزء ده قصير مش كبير قوي، والهيدروليك جامب هنا يا دوبك خلصانه، فانا فوجئت ان حصل هنا عندي سكاور هول اهي. فكل الكلام ده انا هبتدي ادرسه بعد ما ركبت المنشأ بتاعي على القطاع الترابي وحطيت مناسيب المايه في الاب ستريم والداون ستريم. هبتدي ادرس الكلام ده كله واشوف اطول الفرشه شويه ولا اعمل حمايه هنا. انا اللي هختار وانا بصمم في التصميم، انت دايما بتختار وبتشوف الاختيار الامثل والاكثر اقتصاديه، مفيش قواعد ملزمه غير انك بتطبق الكود، لكن بيبقى عندك اختيارات اعمل ده ولا اطول الفرشه شويه ولا اعمل تدبيش واحمي ولا اعمل ايه بالظبط. وكل ده احنا بنتكلم في السيرفيس فلو، ما اتكلمناش عن السب سيرفيس خالص. زي ما قلنا ببساطه، لو انا عندي هدار هيبقى في فلو ماشي من فوق، لو انا عندي بوابه انطره هتبقى الميه ماشيه من تحت. في الحالتين ممكن يتكون هيدروليك جامب، لو الفلو فري هلاقي انه في هيدروليك جامب بتتكون هنا وفي هيدروليك جامب بتتكون هنا. دي عناصر الهدار اللي هتدخل معايا في الحسابات، ودي عناصر البوابه بتاعه الانطره اللي هتخش معايا في الحسابات. نفس الكلام بقى، دي الظواهر اللي هتحصل عندي. المعادلات بتاعه الانرجي ازاي ادخل من الكونجوجيت دبس من واي 1 لواي 2 مع السبيسيفيك انرجي كيرف، ازاي بيحصل عندي مع هدار زي ده الهيدروليك جامب. دي تشبيه يعني جزء مكمل ل بحاول اعمق عندك فكره الظواهر الهيدروليكيه اللي هتحصل مع اي منشا عندك، وارتباطها بالحاجات اللي انت خدتها قبل كده ما كنتش عارف بتاخدها دي. الجزء الثلاثه دول على السكاور او النحر اللي هيتم بعد نهايه المنشا. ده المنشا بتاعي اهو، الجزء ده المنشا بتاعي. خلصنا المنشا والميه مشيت نفس السرعه الكبيره، عملت لي هول هنا تحت المنسوب البيد الطبيعي، بنسميها سكاور هول ولها دي اس اللي هو ديبس اوف سكاور. طب احلها ازاي؟ اعمل ايه هنا؟ اعمل ايه هنا؟ الكلام ده كله هنتكلم عليه باختيارات مختلفه. هل اعمل ديسيبيشن للانرجي قبل ما تطلع؟ هل اعمل اطول اللينس بتاع المنشا بحيث كل الكلام السرعات العاليه تخلص الاول؟ هل اعمل عمليه حمايه بعد المنشا عشان ما يحصلش؟ الكلام ده كله حسب كل حاله، ما فيش قاعده معينه بتطبق على كل المنشات. انا بدرس كل منشا وبعمل شويه تشيكات، وبناء على التشيكات دي انا بحدد انسب حاجه ممكن اعملها عشان احمي المنشا واحمي المجرى بتاعي. نفس الكلام واضح هنا، لو انا عندي
هنا كان هدار، هنا بوابة. لو أنا عندي بوابة والمية موجودة، الكيرفات اللي كنت بقول عليها هي ده كيرف اسمه إيه ده؟ نفتكر مع بعض الكيرف ده اسمه إيه؟ اللي أنا حط عليه سهم ده ممكن يكون إيه نوعه إيه؟ لانه المفروض بعد البوابه يبقى الفرشه تمتد مسافه كبيره تخلص الجزء ده كله، يحصل فيه السرعات. لو انا انهيت الفرشه بدري هلاقي المشكله دي هتحصل وهقعد اتكلف تكاليف كتير جدا عشان اعالجها. فممكن يحصل لو الميه من تحت البوابه فانطره، او تحصل من هالدار زي السلايد اللي فات. كل اللي بيحصل، كل الكلام اللي قلناه ده بيتجمع في شكل زي ده. ادي منشا جاي له الميه من هنا، المنشأ ده مثلا نفترض ان هالدار جاي له الميه من هنا وحصل هيدروليك جنب، وادي جزء اهو ممكن يكون امتداد للابرون وممكن يكون حاجه تانية. بعمل الشيكات في القطاعات اللي موجوده دي لحد ما اوصل لبر الامان، انه ما فيش عندي سكور، ما فيش عندي الابرون طولها كافي ان يحصل فوقها الهيدروليك جنب، ما تتنقلش للتربه، الهيد كافي، حسابات الوير بتاعتي كافيه، ان انا امرر التصرف اللي انا عايزاه. دي رسمه جامعه بس مبسطه بتقول ان انا بعد ما بخلص كل الحاجات دي ببتدي اعمل الشيكات على القطاع بتاعي، وبرده باكد ان كل ده وانا بتكلم على السيرفيس فلو، لسه ما نزلتش تحت وشفت ايه الحاجات اللي محتاجه تشيكات تانية. انا بتكلم على فلو من فوق المنشا، فوق اساسات المنشا، لسه ما اتكلمش على اللي تحت اساسات المنشا. نتكلم على السب سيرفيس فلو ونشوف هو ايه السب سيرفيس فلو ده. السب سيرفيس فلو نوعين. لو انا عندي منشا صلب زي الهدار اللي موجود قدامي ده، مصمت وليكن خرسانه عاديه مثلا، بحجز قدامه الميه دي. طيب لما هو مصمت وانا حاجزه قدامه المايه اللي هي باللون الازرق، ونفترض انه الداون ستريم ده الاب ستريم، نفترض الداون ستريم بتاعه المنسوب بتاعه صفر ما فيش مايه، بالقواعد اللي احنا عارفينها بتاعه قواعد الضغط الهيدروستاتيكي، المايه هتتحرك من المنسوب العالي للمنسوب الواطي. لو ده 16 فيت او اتش وهنا زيرو، هنلاقي المية ابتدت تتحرك. طب هي الخرسانة مصمتة وما بتسمحش بأي نفاذية للمية من خلالها، يبقى إيه اللي هيحصل؟ هنلاقي المية اتسربت، هو البوينتر بتاع المحاضرات ينفع يشتغل هنا مع اللاب ويبين ولا ما ينفعش؟ أنا ممكن أستعمل البوينتر بتاعي بس ما جربتش الحقيقة، معلش ان شاء الله مره في مره هيبقى. وانا ما جربتهاش، انا بقول لكم معلش مره في مره كفاءتي هتبقى كويس، لان انا ببذل انا بعيد المحاضرات مع اني بدرس 4 سنين قبل كده الكورس، بعيدها عشان تبقى لطيفه شويه في عن بعض، لانه لما بيبقى في تفاعل مع السبوره او في المدرج بيبقى التفاعل مختلف عن الاونلاين. فانا حاولت ان انا اكون لطيفه، ضيفه لطيفه عليكم، فعيدت المحاضرات بعيدها كلها، فباخد وقت كبير جدا في اعداد المحاضرات. المايه هتضطر انها تمشي من جسم المنشأ بتاعي كده. انا عندي هنا في شيت بايل موجود، هتمشي كده وبعدين تمشي كده وتروح الناحيه الثانيه، وبعد كده كمان نقطه ميه او خط تاني ميه هيمشي كده. حركه المايه من الاب ستريم للداون ستريم اسفل منشأ مائي بنسميه سيبتش، التسرب هو ده اللي بنقول عليه السبسير. ده يعني اهم حاجه واخطر حاجه عندنا ممكن توقع المنشا. يعني اللي فوق ده سهل اعالجه بان انا اطول الفرشه شويه، ان انا اعمل اعمال حمايه، انما السيبج ده ممكن يوقع المنشا كله. ليه؟ المايه وهي ماشيه ده منشا مصمم،
فانا بنتكلم على حركه للميه اسفل، حركه للميه اسفل المنشا كده كده اهو، كل ده عمال يجي من الاب ستريم يروح للداون ستريم، عامل زي تيوبس كده من الفلو من الاب ستريم لده وهو ماشي. طبعا الضغط بيختلف، ده كان اتش وبقى زيرو، فكل نقطه من دي عليها اتش مختلف. كل نقطه بتعمل لي ضغط من اسفل لاعلى بنسميه الابليفت او التعويم، قوه التعويم. دي لما نجمعها كفورس ونركزها، القوه دي بتبقى اكبر من وزن المنشا وممكن تشيل المنشا من مكانه خالص. يعني المنشات دي معظمها بيتزن تحت تاثير وزنه، فممكن لو انا جبت، وهنشوف ده بعد كده، الابليفت ده بيبقى حساباته كبيره وبيطلع ارقام كبيره. فهو هي ماشيه مش بس بتعدي الميه وبتعمل لي سريان من الاب ستريم للداون ستريم، لا ده كمان بتعمل ضغط على القاعده بقوه اسمها قوه الابليفت. والابليفت ده فورس زي كل الفورسز اللي انا بتعامل معاها، ممكن تخلي لو مش متزنه او وزن المنشا مش اكبر منها ممكن تشيل المنشا من مكانه. ده في حالة ان المنشأ مصمت زي السدود الخرسانية، زي الهدرات، زي القناطر، ما فيش فرصة ان يمشي من خلال المية تتحرك من خلال جسم المنشأ، فبتضطر تنزل من تحت المنشأ، وحركة المية اسفل المنشآت بنسميها السيبرج. وهنشوف البركوليشن بقى مرتبط بس في رسمة تانية. طب لو هو جسم مسامي زي السدود الترابية مثلا، السد اللي تحت ده، ده جسم مصمت زي الهدرات. لو عندي المنشأ مسامي من الركام او التراب زي السد اللي موجود، ايه اللي هيحصل؟ الميه هتتخلل من الابستريم لداون ستريم من خلال جسم السد نفسه، ويكون عندي خط، ده الابستريم وده الداون ستريم، مفيش ميه، والميه هتبتدي تتحرك من خلال جسم السد بالاسهم الصغيره دي، تيجي من هنا وتتحرك لحد ما تطلع من الداون ستريم، من الاب ستريم للداون. يبقى لو جسم مصمت الميه مضطره انها تمشي اسفل المنشا وتعمل لي سيبج. لو الجسم المنشا بتاعي بيرميبل زي السدود الترابيه والركاميه، المياه ما بتمشيش اسفل المنشأ، بتمشي من خلال الجسم المنشأ نفسه من الاب ستريم للداون ستريم. طبعا الكلام ده هناخده بالتفصيل بعد كده، وازاي الحسابات في كل جزء، بس انا بدي فكره ايه الحاجات اللي هنتعامل معاها ويمكن ما كناش بنتعامل معاها قبل كده. لو عندي سد زي ده سد خرساني بيحجز المياه بارتفاع كبير، هنا السيبج حصل اهو من اسفل من الاب ستريم للداون ستريم، بس لما جه هنا عند فوق كانت السرعات بتاعت حركه الميه الجوفيه او السيبج عاليه جدا، هتعمل لي ايه هنا عند فوق؟ هتعمل ظاهره فوران التربه، هيبقى الاكزيت جريدينت عندي اكبر من الكريتيكال، وهتبتدي التربه يحصل لها بويلنج، وهتبتدي الجزء اللي عند فوق ده يتفرغ من التربه اللي فيه. لو الاكزيت يعني نتيجه الحركه بتاعت المياه من هنا لهنا بتبتدي بطيئه وبتزيد كل ما قربنا من قاع المنشا. لو هنا الاكزيت جريدينت او الاكزيت جريدينت بالعربي يعني ايه؟ الميل الهيدروليكي، الميل الهيدروليكي اللي هو فرق الضغط على الطول، فرق الارتفاع على الطول. عند الطول الادمه بتاعت الكوبري السد ده عاليه اكبر من الكريتيكال جريدينت، هلاقي الجزء ده كله ابتدى يفور ويعمل فوران في التربه علشان الاكزيت جريدينت عالي جدا. نفس الكلام هنا، ده برضو ادي حركه دي، الرسمه دي بتوري لك السيبج بيتم ازاي وازاي الاكزيت جريدينت كمان بيحصل. ادي سد، السد ده كلي يعني ماده قليله النفاذيه، هو سد صحيح وما هوش مصمت، بس الكلي نفاذيته ضعيفه لدرجه انك ممكن تعتبره مصمت. فلو التربة أسفل السد رملية، هتلاقي المية ثابت الجسم السد وابتدت تتحرك من الأب ستريم للداون ستريم. الحركة بتبقى عبارة عن ستريم تيوبس شكل اسطوانات من السريان بالشكل الأسهم ده. أدي أول تيوب، تاني تيوب، تالت تيوب،
المايه من الاب ستريم. الشكل بقى اللي احنا شايفينه ده الخطوط المتقاطعه مع بعضها الكيرف دي بنسميها فلونت. فلونت اللي هي شبكه السريان. عندي خطوط سريان اللي هي من الاب ستريم للداون ستريم، وخطوط عموديه عليها بنسميها خطوط الضغط الثابت الاكوبوتنشال لاين، اللي هي لو مثلا المنسوب ده 10 هيبقى المنسوب ده 9.5، هيبقى المنسوب هنا 9، وهكذا لحد ما اوصل للمنسوب في الداون ستريم. يبقى انا بقسم او بقسط الفرق بين الاب ستريم والداون ستريم في الهيد على عدد الخطوط الضغط الثابت ده. وخطوط السريان اللي هي بتمشي مع الاسهم، ادي خط 1 خط 2 بعتبر ده خط 3، واول خط برضو الملاصق للقاعده بعتبره داخل معايا. كل خطين بيعملوا انبوبه سريان بينهم، وفي تصرف للسريان. طبعا في معادلات كتير اقدر احسب منها كميه المايه اللي ماشيه من الاب ستريم للداون ستريم لو انا عايزه احسبها. برضو في معادلات كتير بتحسب لي الاكزيت جريدينت، هل هو معدي كريتيكال ولا لا حسب نوع التربه. يعني الكريتيكال جريدينت للرمل غير الزلط غير السلت غير الكلي، كل الكلام ده بيبقى له جداول ومعادلات بقدر احسب الاكزيت جريدينت سيف ولا انسيف. فانا يهمني الاكزيت جريدينت جدا، بيهمني السيبج جدا، بيهمني الفلونت عشان اشوف شكل السريان بتاعي، وبحسب منها ساعات الفلونت اقدر احسب منها كميه السيفنج اللي موجوده عندي. البريبريشن كان زمان في الصوره اللي فاتت ديت اللي هي الثانيه اللي تحت دي اتجاه الميه وهي ماشيه من تحت السد. طب الاب اللي تحت ولا اللي فوق؟ اللي تحت اللي تحت اي جهه اللي فيه اتجاه الاب ليفت هيظهر لي ازاي هنا في حاجه زي كده؟ ما هو انا ده بتكلم على السيبج والاكزيت جريدينت. الاب ليفت والبركوليشن هنتكلم عليهم من السلايد الجاي. خلاص ادي بقى زي ما قلنا انه لو الميه موجوده هنا، ده مثلا نفترض ان دي بوابه في انطره ومقفوله مقفله الميه خالص، بتلاقي انا حاجزه من الميه في الاب ستريم ومفيش ميه في الداون ستريم. نتخيل مع بعض ان انا عندي بوابه ايه بس مش مفتوحه من تحت، مقفوله خالص، فانا بحجز الميه كلها بارتفاع اتش والداون ستريم مفيش فيه ميه، انا قافله الميه. طب الميه هتعمل ايه؟ زي ما قلت هتتحرك من الاب ستريم للداون ستريم، وهتعمل لي فلو نت، وهتعمل لي سيبج، وهتعمل لي اكزيت جريدينت. ده جزء. الجزء الثاني ان هي الجزء اللي ملاصق للاساسيات برودكشن اللي هو ماشي مع السهم ده، ملاصق اول حاجه مماسه للاساسيات بتاعت المنشا بتاعي او الـ عشان تتعودوا دي اسمها ابرون. الفرشه بتاعه المنشا اسمها ابرون، عشان لو قلت ابرون ما تقولوش ابرون. ابرون اللي هي القاعده بتاعه المنشا بتاعي، بس ما بنقولش عليها قاعده، بنقول عليها فرشه في العربي او ابرون بالانجلش. اول سيبج لاين ملاصق للابرون لحدود الابرون دي هو ده البركوليشن، اللي هو زحف المياه على حدود اساسات المنشا. هو ده البركوليشن اللي انتوا سالتوني عليه وحد من زمايلكم كان بيسالني. فالبركوليشن غير السيبج غير البركوليشن ده اول حركه للميه على حدود المنشا من الاب ستريم للداون ستريم. من اول النقطه دي البركوليشن ده يعني ايه يا دكتور؟ نعم البركوليشن ده يعني ايه؟ اول حركه للميه من الاب ستريم للداون ستريم حوالين اساسات المنشا كده. ادي اساسات المنشا، لو انا خدت نقطه ميه هنا معايا ومشيت كده كده زي ما السهم مبين ووصلت لحد هنا، الطول ده بنسميه بيركوليشن لينس. ده كل التسريب في الاواعي كده. كلمه بيركوليشن يعني زحف، زحف للميه. البيركوليشن يعني زحف المياه، الزحف زحف داخل الجسم، زحف المياه. الزحف بيبتدي من اول الكورنر ده اللي هو اول نقطه في الفرشه ناحيه الاب ستريم، ويمشي معايا مع الحدود. نزلت بالدبس ده، مشيت الطول ده، طلعت الدبس ده. لو جمعت الاطوال دي هقول ده البركوليشن لينس، ده طول الزحف بتاعي حوالين اسفل المنشا بتاعي اللي انا شغال عليه. معايا يا جماعه؟ ده اسمه البركوليشن، الزحف. ده بقى اللي بيعمل لي الابليفت. لما اجي احسب الهيد عند كل نقطه من دول اقدر اطلع الابليفت فورس قد ايه، وبالتالي اقدر احسب منها الابليفت.
فالبركليشن والابليفت مع بعض حاجه، والسيفج والاكزيت جريدينت دول برضو مع بعض حاجه بيدوني حسابات معينه مع الفلو نت. ده موضوع فلو نت وسيفج واكزيت جريدينت والبركليشن اللي هو الزحف، هو ده اللي بيديني حسابات الابليفت بعد كده. طيب انا عندي في معادلات كتير بتحسب البركليشن لينس ده، وفي نظريات كتير هي مش تخصصنا ان احنا نقعد نتكلم. انا اخترت ابسط نظريه واسهل نظريه اللي بتقول انه البركليشن لينس، طبعا النظريات بتحسب الاطوال، فاحنا خدنا نظريه بلاي اسهل نظريه اللي هي بتقول مجموع الاطوال ده هو ده البركليشن لينس بتاعي. وفي معامل للبركليشن بنسميه ده مرتبط بالتربه، التربه رمليه، ده اسمه بركليشن كوفيشنت او سي كوفيشنت. النظريه دي اسمها نظريه بلاي. نظريه بلاي بتقول انه الطول بتاع البركليشن اللي هو اللي انا هجمعه ده من غير ما اضرب في نص ولا في ربع ولا حاجه، زي ما هو ده زائد ده زائد ده، لما اضربه في الكوفيشنت بتاع نوع التربه اللي هي فيه بيديني سيف بركليشن لينس، بيديني طول سيف. فلو انا قست ده ولقيته سيف بالنسبه للهيد اللي موجود بين الاب ستريم والداون ستريم، بيجيب علاقه بين الفرق ده وبين الطول ده. لو انا اخترته كده وطلع سيف كان بها، طب ما طلعش سيف اعمل ايه؟ النظريه بتقول اطول البركليشن لينس بتاعي شويه. طب اطوله ازاي؟ طبعا انا البركليشن والابليفت ده موضوع كبير قوي، انا بحاول ابسطه، بس لما نيجي نطبق في المنشآت هنتكلم فيه بالتفصيل، كل منشأ على حده برضه، بس انا بحاول امهد لك مفردات انت ما تعاملتش معها قبل كده، ومش عايز ادخل لك دخله ثقيله علشان ما تتخضش او لا تقفش مني. فنفترض ان الطول ده لما جمعه وضربته في السي بي طلع ما يتناسبش مع الفرق الامن، يعني الطول ده ما طلعش امن مع الفرق بين الاب ستريم والداون ستريم، والفرق هنا النت ديفرنس اللي هو فرق المنسوب، يعني لو انا عندي منسوب هنا في الداون ستريم يبقى اتش 1 ناقص اتش 2، لو ما فيش يبقى الاتش مش الاب ستريم ولا الداون ستريم، النت هيد الديفرنس بين الاثنين، لان هو ده اللي يخلي البركليشن يحصل. فالنظريه بتقول طب لو البركليشن لينس ده طلع انسيف وانا محتاجه اطول اكتر من كده، السيف والانسيف ده بالنسبه للكوفيشنت، لما انا بعمل تشيك بيطلع كوفيشنت اصغر من الكوفيشنت السيف بتاع التربه، يعني انا محتاجه اطول اللينس بتاعي. اقوم اطوله بايه؟ باني اعمل شيت بايل هنا، يقوم الميه بدل ما تمشي على طول تروح ماشي، يعني انا طولت شويه بضعف الشيت بايل، واعمل تشيك تاني طلع اوكي امن سيف يبقى تمام، ما طلعش سيف طب ازود واحد تاني، افضل اعمل الكلام ده، طب ما ازود الفرشه شويه، ازود الطول ال ده شويه في الاتجاه ده. طبعا السيكنس والطول لها استيميشنز بنفرضها زي ما قلنا في الاول، بس انا لو عندي البروبليشن لينس انسيف بحتاج اني اطوله باني او ازوده باني ازود شيت بايل، اعمل ادمه، الادمه دي اللي هي الجزء اللي بيبقى في الداون ستريم بسمك كبير هنشوفها بعد كده برضو، اعمل ادمه، اعمل شيت بايل، اعمل شيت بايل وادمه، اعمل ثلاثه شيت بايل، كل ده لحد ما اوصل ان البركليشن لينس بتاعي سي. يبقى كده خلاص ابتدي اكمل الحسابات بقى، ما اتحركش من الخطوه دي الا ما البركليشن لينس بتاعي بس خلصت خطوه البركليشن هبتدي ادخل على الابليف. يعني هو كل ما الطول زاد بقى كده امان اكتر. دلوقتي المعادله بتاعت البركليشن هتيجي وهعرفك ايه العلاقه، يعني انا مش بعرف استعمل القلم واكتب على ال، بس في علاقه بتربط الفرق في الهيد بين الاثنين وبين السي بي بتاعت التربه، السي العلاقه بينهم الاثنين بتديني ال سيف، لو ال سيف دي مش متوفره في الطول اللي عندي لازم اطول شويه. تمام تمام. هو السي بي بتاعت التربه ده يا دكتور؟ نعم السي بي بتاعته هقوله حالا. يعني انا عندي مثلا السي بي للتربه ممكن تبقى 12 ممكن تبقى 15، ده رقم بيتوقف على نوع التربه، هل هي ساند ولا سلت ولا كلي، ده كوفيشنت. الكوفيشنت ده لما بضربه في الاتش في او النت ديفرنس بيديني الطول الامن في البركليشن لينز.
انا بفرض الفرض واحسب واعمل تشيك، والله لو طلع زي ده او اقل او اكتر كان بها، لو طلع اقل هحتاج ازود باني ازود شيت فايل او ادمه او اتنين شيت فايل. احنا هناخد الكلام ده بالتفصيل، انا بديك فكره عن الموضوع بمهد لك بس، لكن الكلام ده هنحسبه وهناخد عليه تمارين وهنصمم المنشآت بيه وكل حاجه، وانت اللي هتختار، انت اللي هتقول انا هعمل شيت فايل ولا هطول الفرشه شويه ولا هعمل ادمه في الداون ستريم، محدش هيقول لك، انت هيبقى قدامك اختيارات وانت اللي هتختار وهتتحمل مسؤوليه اختيارك في التصميم. طب بعد ما حسبت البركوليشن بقى وكل نقطه في البركوليشن عندي بتديني قيمه للهيد اللي هو بيترسم بالشكل ده، شكل الابليفت بريشر نتيجه تغير الهيد عند كل نقطه من اول النقطه في الاب في الامام لحد اخر نقطه بنوصل لها في الخلف. القيم مختلفه نتيجه فرق الهيد عند كل نقطه، بحسب وبطلع اقدر احسب الابليفت. الابليفت بقدر احسبه بطريقتين، ممكن بطريقه المعادلات احسب عند كل نقطه الاتش قد ايه واقدر احسب قيمه الابليفت، وممكن بطريقه الفلونت باستخدام الفلونت لو انا رسمها اقدر احسب برضو الابليفت عند كل نقطه بتتقاطع فيها الفلونت مع القاعده. الابليفت ده اخطر حاجه موجوده في المنشات بتاعت الهيد وركس، يعني محطات الطلمبات مثلا علشان وزنها بيبقى خفيف ويدوبك فيها قاعده محطوط عليها المحطه الطلمبه، والطلمبه ما بتبقاش وزنها كبير، فبتبقى مجموع الاوزان الديد لود اقل من الابليفت اللي على القاعده بتاعت المحطه اللي هي القاعده الخرسانه. فكتير من المحطات اول ما بتشتغل والميه تمشي فيها والابليفت فيه، طبعا في السكون ما فيش ابليفت، لكن اول ما بتبتدي المحطه تشتغل والميه تشتغل بعد الانشاء والتشغيل الاقي القاعده اللي شايله القواعد الطلمبات اتكسرت شرخت، لان الابليفت بيبقى اعلى بكتير من الاوزان اللي جايه عليه اللي تخلي المنشأة تبقى. فاخطر منشآت بتتعرض للابليفت عليها المنشآت الخفيفه زي محطات الطلمبات. المنشآت الثقيله زي القناطر اللي فيها بوابات وفيها بيرز والكلام ده بتبقى اقل عرضه للابليفت، يعني انها تنهار بسبب الابليفت. لما برسم خط الابليفت انا لو ركزت هيبقى عندي فرصه الاولى، ممكن اقسمها مثلث ومستطيل، ممكن هيبقى عندي فورس، الفورس دي من ضمن الفورسز اللي بتاثر كتير. لو شفنا الشكل الترابيزويدال كبير جدا مع القيم، القيمه في الاول بتبقى قريبه من الابستريم هيد، فبلاقي ان الفورس دي كبيره جدا، لازم اضمن ان كميه الفورسز الاعلى اللي جايه من الابليفت لازم تكون اقل من نص الكميه الاوزان اللي نازله الاسفل من جسم المنشأ علشان اضمن انه مش هيحصل له تعويم ويتحرك من مكانه. طبعا كل حاجه من دي هنحسبها وهنعرف نرسمها ونحسبها من خلال معادلات وجداول، هنقدر وهنقدر نحسب السيكنس. طبعا احب اقول ان السيكنس بتاع الابرون في القناطر والهدرات او الدايفرجن هيد ورك بيتناسب، اللي بيحدده هو الابليفت، انما الاطوال اللي بيحددها السيرفيس فلو بتاع السكاور، يعني ال دي ال سكاور، ال دي افتراضيه ما عنديش اي حاجه، الهيد اللي فوق زي الهيد اللي تحت ما فيش مشكله. اخطر نقطه عندي هي النقطه دي، لما هنا ما فيش ميه والابليفت عالي، فالسكشن ده بيبقى اخطر سكشن، وهو ده اللي بيبقى اخطر سمك علشان اضمن ان هو يقدر يشيل الابليفت اللي عليه. بعد شويه لما الابليفت بيقل ممكن اقل سمك، فانا بفترض التي 1 والتي 2 والتي 3 طبقا للابليفت، بفترض ال 1 وال 2 وال 3 طبقا للسيرفيس فلو، وببتدي اعمل الشيكات بتاعتي على المنشا. ده بنقول عليه اليمنتري بروفايل جيومتري، يعني انا كده حددت الاطوال وحددت السمك اقدر اعمل الحسابات بتاعتي. ايه المشاكل اللي موجوده عندي؟ ايوه دكتور بعرس، طب ازاي تي واحد المقابله لاكبر قوه ابليفت اقل من التي 2 اللي هي مقابله قيمه ابليفت؟ انا عايز حد اقل شويه ركز معايا يجاوب، انا قلتها في النص بس انت ما خدتش بالك. وزن المايه المحجوز قبل المهدار هيقاوم قوه الابليفت. حد مركز يقول الجزء ده يجاوب على زميله. وزن المايه اللي موجود هيد المايه اللي فوق ده هيقاوم قوه الابليفت. اه
لان ده الجزء أيوة. المحبوس في الميه. القوة عمود المية من فوق بيعدلوا عمود المية من الابليفت، فما عنديش قوة تقريبا، لكن هنا بيكون ما فيش مية، ببقى قافلة المنشأ، المية كلها موجودة هنا وهنا ما فيش مية خالص، فبالتالي قوة الابليفت مؤثرة عندي من هنا لهنا المنطقة دي، لان كلها فيها ابليفت وما فيش حاجة فوق غير وزن القاعدة بس، لكن هنا المية اللي فوق قد المية اللي تحت واكبر، فانا هنا ستيبل، فبفترض مينيمم 1 متر على الأقل، دي بتبقى مينيمم، والطول ده 5 متر مينيمم، كلها امبريكال دايمنشن، بتعمل ابروتشنج بس، يعني ملهاش حاجة، مفهاش تشكات، إنما التشكات بتبتدي من أول الجزء ده اللي هي نهاية الهضار أو أسفل البوابة مباشرة في البوابات، لأن دي اللي بيبقى عندها الأبليفت كبير جداً. هنا في النقطة دي الابليفت كبير وما فيش فوقه حاجة غير السمك بتاع القاعدة بس، هو اللي هيقوم وزن القاعدة. تمام؟ اللي سأل؟ تمام يا دكتور. باشمهندس اللي سأل تمام؟ ايوه يا دكتور. ايوه يا دكتور تمام حضرتك. ايه بقى بعد كل الهيصة اللي انا شرحتها دي، ايه الحاجات المرتبطة بالمشاكل اللي لازم تتسيف معايا وانا بصمم علشان اضمن التصميم بتاعي سيف، وما كانتش موجوده معايا في المنشآت الكروسنج اللي خدتها في سنه ثالثه؟ اولهم البركوليشن، واللي ما ينتج عنه من ابليفت الاكزيت جريدينت اللي ممكن يعمل لي بايبنج، الهيدروليك جامب، احنا كنا بناخدها كظاهره هيدروليكيه بس ما خدناهاش موظفه بعد منشأ، بعد بوابه او فوق هضار، وتبتدي امتى بعد البوابه بمسافه قد ايه اقول ان الهيدروليك جامب هتحصل، فانا المره دي باخدها كمعلومه هيدروليكيه بوظفها في منشا اكيد هتحصل فيه، فهتعامل معاها ازاي بقى كمعلومه هيدروليكيه. السكاور هول او السكاور اللي بيحصل في الداون ستريم الطول بتاعه احدده ازاي، لو انا هعمله كله خرسانه ولا هعمله جزء خرسانه وجزء دبش، واحسب السكاور هول ازاي لو ما عنديش اعمال حمايه، كل الكلام ده. طب اعمل ديسيبيشن للانرجي ازاي، احسب الانرجي ديسيبيتد ازاي واتاكد ان عند نهايه المنشا خلاص ما عادش في انرجي تعمل لي قلق، كل الكلام ده انا محتاجه اكون عارفاه ومسيفاه. وكل الكلام ده لما نيجي نصمم واقول لك اعمل لي كومبليت هيدروليك ديزاين، انت من نفسك بقى ما بقولكش اعمل لي تشيك على كذا وكذا، اقول لك اعمل لي كومبليت هيدروليك ديزاين للمنشا ده، فانت بتعمل الخطوات اللي عملناها كلها، وبعد كده بتبتدي تشيك على الحاجات دي كلها وتطلعها سيف في حدود الكود او الكلام اللي هنا. رقم 3 دي بعد اذنك بس، الاكزيت جريدينت اللي هو الميل الهيدروليكي عند نهايه المنشا اللي بيبقى اكبر من الكريتيكال، وبالتالي بيخلي حبيبات التربه تتحرك من مطرحها، مسببه ظاهره اسمها البايلنج او ظاهرة فوران التربة، دي انتوا اكيد خدتوها في السويل. لما الاكزيت جريدينت بيبقى اكبر من الكريتيكال جريدينت لحبيبات التربة، بتبتدي التربة تتحرك من مطرحها وتعمل زي الفوران كده، فده بيهدد سلامة المنشأ في الداون ستريم. ازاي احسبه واقارنه بالكريتيكال واشوف هل هو سيف ولا لا، لو مش سيف احل ازاي وعالج ازاي، كل الكلام ده لازم نتعامل معاه. هناخد له معادلات ورسومات وحاجات كتير، يعني الحمد لله احنا عندنا كل حاجه بنقدر نحلها باكتر من طريقه، وبرده انت كمصمم بتختار، يعني هي الماده دي تصميم زي الخرسانه بس منشات مائيه، انت بتختار بتفترض وبعد كده بتعمل تشيك على الافتراضات بتاعتك وتعدل نفسك عشان توصل للسيف. طبعا الهيدروليك جريدينت مين حل المساله دي في الشيت؟ المفروض تسليم الشيت بعد بكره، مين حل المساله؟ مفيش طبعا، المفروض ان انتوا واخدين الكلام ده، يعني مش جديد، احنا كنا بس بنشيل الصدى بتاع الاجازه وفتره الكورونا بشويه معلومات كده، نفتكر المعلومات القديمه بتاعتنا. فحد حل المساله دي ولا ما حلهاش؟ واضح ان محدش. انا هاخدكم بالراحه بس بعد كده مش هيبقى في تفاهم، الماده مش سهله وانا بحاول ابسطها واديها بالمعلقه بس هي مش سهله، والمنشات كمان مش سهله، وانا واخداكم واحده واحده، يعني النهارده كل المعلومات جديده بس انا عاملاها بالراحه، رسمه وكلمتين، فيش انجليزي كتير، ما فيش كلام، بحاول الكلام معظمه بالعربي
على اساس ان نسبه الاستيعاب عن بعد تبقى 50% حتى. ادي الهيدروليك جامب، ببتدي في الهيدروليك جامب عايزه اعرف الطول والواي واحد والواي اتنين للكونجكت ديبس، فبحسب فراود نمبر وابتدي اعوض في المعادلات بتاعتها اهي. دي سواء هنا ده على هدار، هنا على بوابه، بحسب الفراود نمبر واحد واثنين وبعوض بسيكونت ديبس بمعلوميه واحد اللي هو غالبا بيكون الداون ستريم، اقدر اطلع ال الدبس الثاني المجهول، يعني اقدر بمعلوميه واحد اطلع الثاني. دي معادلات الانرجي، يا ريت الحاجات دي نذاكرها كويس لان انا مش هحتاج المعادلات دي تخدتوها قبل كده، فاحنا مش هنحتاج نعيدها، احنا هنعمل بس هنحتاج نعرف الطول قد ايه والانرجي قد ايه علشان نحدد الطول بتاع الابرون بتاعتي في المنشأة. انت المفروض بتراجع الكلام ده وتفتكر لو كنت خدت المسائل عليه. ادي الدلتا اي وادي الهورس باور اللوست في الهيدروليك جامب، وادي ارتفاع الهيدروليك جامب، وادي اللينس الهيدروليك جامب. انا بدي الهيدروليك جامب اللينس اكزاكتلي بان انا بحسب ام واحد وام ثلاثة وطول الطول بتاع الهيدروليك جامب بالظبط حسب سلوب التشانل. فهشرحها لكم، وحبيتوا تشتغلوا بالافرج ان هي ستة زي ما بتاخدوا ده امبيريكال، حبيتوا تشتغلوا بالاكزاكت ده هيبقى معاك وده هيبقى معاك. يعني انا بشتغلها اكزاكت زي الهيدروليكس، بشوف الكيرف بتاعي والاطوال والدبسز وبحسب كل طول، ومع السلوب بتاع التشانل اقدر احدد بالظبط الطول بتاع الهيدروليك جامب. انما الامبيريكال بنقول ان هو ستة ارتفاع الهيدروليك جامب. تاني مشكلة زي ما قلنا الابليفت، والابليفت مدمر، اخطر حاجة ممكن تدمر المنشآت وخصوصا في فترة الصيانة. فترة الصيانة ما بيبقاش فيه مية موجودة، ببقى قافلة كل البوابات، وبالتالي بيبقى الابستريم منسوب كبير والداونستريم زيرو، فحالة المينتنانس بتبقى بالنسبة لي كريتيكال وممكن تدمر المنشأ سواء كانت بوابات في انطرة او هدار. ادي معادلة بلاي وادي الابليفت بتاعي للناس اللي كانت بتسأل. الطول السائد، الطول السيف بالنسبة لبلاي بيقول هو معامل بلاي اللي هو زي ما قلنا بيتراوح من 12 من 10 ل 25 حسب نوع التربة. غالبا احنا بنشتغل على 12 و15 للتربة الطينية الطمية اللي هي أفرج بيحصل عليها المنشآت، يعني متوسطة البرميابلتي. السي بي 12 15 20. الاتش ده النت هيد، النت هيد بين الابستريم والداونستريم، لما أضربهم الاثنين في بعض بيديني سيف بيركوليشن لانس. السيف بيركوليشن لينس ده لو انا جمعت الثلاثة دول مع بعض وطلعوا اقل من ال ال بي سيف دي هحتاج ازود واعمل شيت بايل او اعمل ادم حسب الفرق كبير ولا صغير، او اعمل اتنين شيت بايل. فانا ده السيف بيركوليشن لينس بتاعي. النظريه ايه ال بي ده اصلا؟ النظريه دي اسمها نظريه بلاي، فكلمه البي تعود لبلاي صاحب النظريه. ها في نظريات كتير بس انا مش هشتتكم فيها لانه مش الاساسي ان ناخد النظريات المختلفه، هو الاساس عندي ازاي احسب البركوليشن لينس سيف وازاي احسبه احسب منه الابليفت. فاي طريقه هتديني سيف مع بغض النظر عن افتراضات كل طريقه وهل هي مقبوله ولا مش مقبوله، هي كلها معادلات امبيريكال ما هياش معادلات لها اساس رياضي. ففي معادلات كتير ممكن تشوفها لكلمه بركليشن دي، ابسطهم في التعويض واشهرهم في الاستخدام اللي هي معادله بلاي. عشان كده الطول ده بيسموه ال بي اللي هو البلاي، والسي بي دي سي البلاي. الاتش ده النت هيد بين الابستريم والداونستريم. لو احنا المجرى شغال، نفترض هنا المجرى شغال، الفرق بين الابستريم والداونستريم مش كبير، لكن هنا الفرق من هنا لهنا بيبقى فرق كبير جدا. فبالتالي لما اضرب ده في ده اللي هي حاله الصيانه ودي حاله التشغيل، دي حاله التشغيل الميه موجوده ومعديه،
هنا حالة الصيانة، أنا قافلة خالص وبعمل صيانة والمية كلها في الأبستريم، داون ستريم فاضي ما فيش. طبعا دي الكريتيكال بالنسبة لي في البلوكريشن، لما أجيب الفرق الكبير ده وأضربه في المعامل ده هيديني اللي سيف كبير، فما تغرش بده إنه ده سيف، لا هو ده الكريتيكال اللي بدور عليه. عشان أحسب الإتش بتاعت الأبليفت عند أي نقطة بستعمل المعادلة البسيطة دي، طبعا هناخد عليها أمثلة وهناخد عليها مسائل وهنعمل جدول عند كل نقطة لها ال، بحسب ال من الأول كده. عندي أول نقطة ال دي بزيرو، عند النقطة دي ال بتي مثلا، ال هنا بكذا بكذا لحد ما أوصل لل كلها. عند كل ال أقدر أحسب من المعادلة دي الأبليفت بتاعي قد إيه وأقدر أرسم الأبليفت. دكتور بعد إذن حضرتك. تفضل. ال H وحضرتك قلت هو الفرق بين الأبستريم والداونستريم ولا هو طول الأبستريم كله؟ لأن في الصورة الأولانية هو ال H طول ارتفاع الأبستريم. لا الرأس ال H هنا تعتبر دي H أبستريم وهنا H داونستريم، فهي النت بين الأبستريم ال H نت، المفروض هصلح دي وأخليها نت بس أنا مزبطها مع الرسمة. هنا ال H هي النت بين الأبستريم والداونستريم، فهنا في الرسمه الثانيه الفرق كبير، النت كبير لان الداون ستريم زيرو، هنا الفرق صغير لان الاتش الداون ستريم فيه اتش هو كمان اتش داون ستريم، فدي أيوة. النت هيد وانا كاتباها فوق اللي هو نت الاتش دي انا هكتب عليها اعرفها ان هي النت ديفرنس بين الاب ستريم هيد والداون ستريم هيد. تمام تمام اي المعادلة ال اكس معلش. نعم ال اكس عند اي نقطة، عند اي نقطة هنا لها طول من الاول اسمه ال اكس اقدر احدد ال ابليفت ال اتش اكس عندها بالمعادلة دي. ادي ال اكس اللي هو طول نقطة اكس انا هرسمها هزبطها على الرسم او يعني واعيد السلايد دي تاني، اصل ده تجميع لحاجات كتير هنتكلم فيها بعد كده بس هوضحها عشان لما تيجي تذاكروا. اي نقطة هنا ولتكن هنا اكس الطول بتاعها من الاول خالص اسمه ال اكس، عندها نتيجة الطول ده ومعادلة بلاي لها ابليفت بريشر مقداره اتش اكس اقدر احسبها من المعادلة دي، يعني بعلمين طول اقدر احسب الابليفت. الكلام ده هتتدربوا عليه كتير جدا ما تقلقوش، انا احنا يعني انا مش بكلفتكم، انا بديكم فكره هنتعامل مع ايه، انما كل منشأ هنعدي على الكلام ده وهنحسبه بالارقام، مش ما بناخدش الماده دي ما فيهاش نظري او كان فيها نظري وانا لغيته عشان العام بعض مش محتاجه نظري كمان، فاحنا الكلام كله هيبقى التطبيقات بالارقام عشان تبقى اسهل علينا كلنا. يعني هو في نظري يعني الامتحان مش هيبقى فيه نظري السنه دي؟ لا يعني هي مسائل بس يا دوبك، يعني نظري ده كله يعني بنفهم المسائل اللي مع ان النظري بيجمع درجات وفي ناس بتحبه بس انا السنه دي هجرب عشان اول مره كورس من اوله لاخره عن بعض، السنه اللي فاتت كان جزء عن بعض تمام اصل الان بس لان كان في حاجات معينه مش فاهمها قوي وهضطر يعني اسمع المحاضره تاني فيعني كده لا هو انت لو شفت محاضرات السنه اللي فاتت كانت كل هو الانجليزي... لا الانجليزي كتير جدا فكانت الناس بتتخضر ما تشوف السلايد دلوقتي هي رسمه وكلمتين علشان تبقى خفيف خفيف على القلب وعلى ده شيء كويس والله كويس الحمد لله. لا ده انا والله بغير المحاضرات خالص عشان تبقى يعني ما يبقاش عن بعد وكمان انجليزي تقيل وكله يبقى صعب والماده تقيله اصلا، فبحاول اكون لطيفه يعني رسمه وكلمتين واحاول اوصل للزتونه بتاعه الموضوع معاكم، يعني انا عايزه اطلع من المحاضره دي كلها بايه. المحاضره بتاعه النهارده مش مطلوب منك غير انك تعرف مفردات الحاجات اللي هنتعامل معاها، احنا النهارده مش بنشرح كل جزء ده، احنا بندي فكره احنا هنتعامل مع ايه عشان ما تيجي تتعامل معاه ما تفتحش بقى تقول ايه ده لا ترجع للمحاضره دي وتقول هي كل الحاجات دي احنا خدناها في محاضره مجمعه الحته دي والحته دي والحته دي، انا بديك مفردات المقرر اللي هنتعامل معاه في كل منشا لكن مش شرح نهائي، فكل منشا حته هنتك عليها، حته في الهيدروليك جامب نتك عليها، حته في الابليفت هنتك عليها وتاخد حقها بحيث الاخر هتاخد حقك في كل حاجه، بس انا بقول لك انت هتتعامل مع ايه عشان ما تتخضش بس.
معايا يا جماعه كده النظر كده يا دكتور سهليني يلموا معانا درجات. نعم ما نجيب حتتين نظري سهلين كده نحددهم ويجي. خلينا نستنى للاخر، ممكن اديكم نظري واقول لكم ذاكروه، هجيب لكم منه سؤالين مش مشكله بالنسبه لي يعني. بس خلينا نشوف الدنيا هتمشي ازاي على اخر الترم. التجربه مش سهله ومش ممتعه قوي يعني، الواحد بيحاول يخليها تعدي لطيفه. خلينا نشوف الميد ترم هيمشي ازاي نفسه يعني، مش عارفه لحد دلوقتي الميد ترم هتعملوه اونلاين ولا في الكليه. فانا تحت امركم يعني، احنا لازم نساعد بعض ان الترم يعدي وينجح باقل خسائر. فانا ما عنديش اشتراطات، بس انا بقول بخفف عليكم. صحيح بتجمع درجات، بس انت بتقعد تحفظ حاجات كتير قوي. هو من غير حفظ والله يا دكتور احسن، غير حفظ احسن يا دكتور. خلينا خلي ده بعدين يعني، خلي الكلام ده بعدين. انا الشتات عموما مش هنزل فيها نظري. تمام شكرا. مش هنزل هو فيها. تمام كده والله دكتور. تمام كده النظام كده كده كويس. احسن الحفظ بيبهدلنا جدا والله دكتور. انا عارف، انا خصوصا بالانجلش مش فاهمين اصلا احنا بنكتب ايه والكلام كله داخل في بعض. انا عشان كده انا يعني صلحت ده في المحاضرات الجديده بقى، ما بقاش في حفظ. انا عايزاك تفهم بس. تمام شكرا. تطبق بالارقام، مش عايزاك تحفظ حاجه والله. تخلي المعادلات قدامك وعوض فيها، مش لازم تحفظ المعادلات دي. كويس جدا والله يا دكتور، كويس جدا. نعم كويس جدا والله ان المعادلات تبقى محطوطه في الامتحان والله كويس. لو هي صعبه يعني، لو هي صعبه مش هتيجي على التكست. وانت بتحل الشيت، وانت بتحل الشيت مش عايزاك تحفظ، حاول تفهم وتطبق حتى والحاجه كلها قدامك. عند الامتحان احنا لسه بدري على الامتحان يعني، سواء الميد ترم او الفاينل، خلينا بس نفهم لان المواضيع صعبه وانا بحاول ابسطها قدر الامكان. لو انا تقلت عليكم قولوا لي بالراحه شويه، الدنيا ماشيه قولوا ماشي كملي. دي بلاي سيري في ابسط صورها، ادي عندي النت هيد. المعادله بتقول ان السيف لينس، تاني بنعيد عشان الشطار، السيف لينس بيساوي معادل السي بي في النت هيد. طب ال دي عباره عن ايه؟ ال هنا مجموع الاطوال دي، دي ال اكشوال، دي ال اكشوال، دي ال ال سيف. انا بقارن ال ال سي، بفترض بفرض السمك وبفرض الطول بتاع الشيت فايل، كل دي انا بفرضها وابتدي احسب حساباتي. طبعا ببتدي الاول من غير شيت فايل خالص، وبعدين بعمل الشيت الاولاني، وبعدين بعمل الشيت الثاني، او اعمل الشيت الاولاني وادمه، كل ده انا اللي بختاره. وبعدين بحسب حساباتي كلها، اطلع البركوليشن لينس الاكشوال، اقارن الاكشوال ده بال بتاع بلاي او النظري. لازم الاكشوال ده يبقى اكبر او قد، لكن لو اقل يبقى لازم اطول ازود حاجه في البركوليشن لينس. ده ملخص بسيط، طبعا الكلام ده فيه نظريات وكتب وشباتر، بس انا بقول لك من الاخر دي الطريقه بتاعت لازم الاكشوال اكبر للعكس. اجيب اكشوال من الرسمه اللي انا عاملاها ماشي، وبجيب النظري من معادل الرقم بتاع السي بي اللي هيبقى معطى بالنسبه لك حسب نوع التربه، والهيد اللي هو النت هيد بين الاب ستريم والداون ستريم. ودايما الحاله بتاعت البركوليشن الكريتيكال هي حاله المينتنس، بيبقى ده زيرو داون ستريم، والاب ستريم في اعلى منسوب اب ستريم ووتر ليفل اوت. فده اعلى هيد عندي موجود اقدر احسب منه النظري والبراكتيكال واقارن الاثنين ببعض عشان يبقى سيف. يبقى الثيوريتيكال اللي جاي من المعادله، الاكشوال اللي موجود عندي على الرسم اللي انا حاسباه بايدي ماشي، انا الاكشوال ده يبقى اكبر من اللي طالع من المعادله او قده، لو اقل منه لازم اكبر الطول بتاع البركوليشن لينس باي طريقه، ازود شيت بايل، ازود ادمه، ازود الطول بتاع الفرشه لحد ما يسيف معايا، والحد الادنى ان هم يكونوا متساويين، لكن ما ينفعش الاكشوال يبقى اقل من اللي طالع من المعادله. تمام دكتور كتير. ايوه ها دكتور، هو اماكن الشيت اماكن الشيت باي اللي انا بحطها دي لها اماكن محدده بحطها طبعا فيها ولا طبعا مش بتختلف من يعني، لو عندي هدار بتختلف عن انطره وبوابه، ولو عندي شيت باي الواحد احطه فين، طب لو اتنين، طب المسافه بينهم تبقى قد ايه، طب الاطوال الماكسيمم قد ايه، الكلام ده كله هنتكلم فيه بالتفصيل. بس انا بديك فكره عن النظريه ان انا عشان ابقى سيف في البركوليشن
لازم البركوليشن الاكشوال اللي انا بحسبه بايدي يبقى قد او اكبر من النظري اللي طالع من المعرض. تمام ماشي. دي الفكره ان انا التفصيل والاطوال ونحطه فين هنقوله بالتفصيل. تمام ماشي. ادي علاقه البركوليشن بالابليفت. انا عندي عرفت البركوليشن اهو وحسبته، اقدر من المعادله اللي احنا عملناها قبل كده احسب الابليفت او ارسمه. انا عارفه ان الهيد هنا عباره عن جاما في اتش. طب هنا، طب هنا، طب هنا اقدر احسب الابليفت بتاعي، ومن الابليفت اقدر احسب التوتال ابليفت فورس. انت لما تفهم اكتر هتعرف انت لو حطيت فين الابليفت الشيت باين هيأثر معاك. انا يعني انا هتتدرب هتقول لا هنا مش كريتيكال لو حطيته، لا هنا كريتيكال. مع الوقت وايدك تشتغل اكتر من مره هتلاقي نفسك انت اللي شايف. يعني طبعا في قواعد عامه لوضع الشيت بايل، لكن انت لما ايدك تشتغل اكتر مره هتلاقي نفسك تقول لا هو هنا المكان ده الانسب، لو هو واحد ولو اتنين يبقى هنا وهنا هم الانسب باطول كذا. فالكلام ده كله بيجي مع الممارسه. احنا بناخد فكره بس، بناخد فكره نعمل ايه، لكن لما تشتغل بايدك وبالارقام تطلع معاك الارقام ده هو ناقص كام 20 متر. ال 20 متر دول ممكن يجوا بشيت بايل 10 متر، لا انا ما عنديش 10 انا اخري 7.5. طيب اعمل ايه؟ طب ما 7.5 يعملوا 15، ابقى اعمل ادمه جنبها. كل الكلام ده انت بتاخده وتدي مع نفسك في حدود الرولز، هتقدر تحدد الاماكن وتحدد انت هتحط الشيت بايل بتاعك. المهم ان انا بعد ما حسبت البركوليشن هقدر احسب الابليفت بريشر. من الابليفت بريشر ده اساس بقى ان انا احسب السمك بتاعي واعمل تشيك على انا بفترض التي السمك بتاعي تي ده له علاقه معادله امبيريكال بالاتش، فبفترضها وبشتغل عليها. بعد ما بشتغل واحسب الابليفت برجع اعمل تشيك ابليفت هنا تحت الهدار او البوابه واشوف التي اللي انا فرضها دي سيف للابليفت ولا لا. يبقى الاطوال للسكور والسمك للابليفت. يا ريت اللي تطلع بيه من المحاضره كلها الكلمتين دول، الاطوال للسكور والسمك للابليفت. الاتش ابليفت اللي هي جاما ووتر اللي هي 1 طن في الاتش اللي هي لحد الاب اب ستريم عند نقطه A. من A لحد الاب ستريم عند نقطه النقطه دي هتلاقي القيمه اختلفت لان الاتش قل بقى في جزء H هنا نعم الاتش كده زادت لو انا نزلت عن الاي مش الاتش لحد الاب ستريم من A ل B الاتش من ايه لبي تبقى الجاما في الاتش عند بي تبقى جاما زيرو. هنا الاتش باتش وهنا الاتش بزيرو. لكن انا برسم الهايدو الابليفت فين على القاعده، انا برسم الابليفت على اسفل القاعده، فبالتالي انا مش محتاجه الاي والبي، والاي والبي دي اللي انا رسمها، لكن انا محتاجه الجزء ده. فهيبقى في خطين، خط عند الاي بي اللي انا رسميه وخط عند القاعده دي ولتكن اي داش وبي داش جوه الجزء ده. هنلاقي هنا حصل دروب مش زيرو، لا ده طلع كده وطلع كده. هرسمها لكم تاني بس انا بس بفهمك ان عند نقطه اي دي الابليفت بيساوي، بس الابليفت مش موجود هنا، هو موجود عند النقطه دي اللي هو فيها ابليفت والنقطه دي اللي موجود فيها ابليفت، لكن البي الاتش زيرو. ده بس بيفهمك ببساطه، وممكن نستعمل المعادله اللي موجوده قبل كده من غير ما نرسم خالص. يعني دي طريقه بنجيبها بالرسم لو الموضوع بسيط، مثلث ترابيزويدال شبه منعرف. انما لو الموضوع كومبليكيتد بقى وعندي شيت بايلز وكده ما بينفعش فيها الرسم، وبضطر اشتغل بالمعادلات واعمل جدول عند كل نقطه طولها كذا اطلع الاتش بتاعتها. ماشي يا دكتور. الاطوال للسكور يا دكتور والسمك الطول، الطول ال ده في الداون ستريم ده حسب السكاور، السمك ده حسب الابليفت. تمام ماشي يا دكتور لو سمحت. في نقطه ثانيه انه انا ممكن اسيف ابليفت هنا عند النقطه دي خلاص بقى سيف ما عادش عندي ابليفت، لكن السكاور محتاج اطول يبقى هكمل دبش. فالسكاور يبقى انا وفر في التكاليف.
نفترض ان السكور ما سيفش معايا في نفس طول الابليفت ما سيف، يبقى كمل السكور هنا باعمال تدبيش او اعمال حمايه بحيث السكور تبقى سيف فوق والسمك يبقى سيف تحت. تمام؟ اسئله؟ ايوه دكتور بعد اذنك. اتفضل. طب ايه في حلول تاني غير الشيت باي اللي انا هنزلها ديت؟ يعني ممكن مثلا لا القدم والكعب اللي بعملها تحت في القعدة الحاجات دي احنا نتعامل معاها يعني، ولا هنحل مسائل بس على الشيت باي؟ لا انت اللي هتختار. يعني نفترض ان انت ابتديت برسمه بسيطه زي دي وحسبت ال بيركوليشن نظري واكشوال لقيت الفرق بسيط، الفرق البسيط ده يعني 5 متر مثلا، 5 متر ما يحتاجوش شيت باي، ممكن تعمل قدمه هنا تنزل تحت 3 متر و2 متر تجيب الخمسه. تعمل قدمه في الحته دي لتحت. فاهمني؟ فانت حسب الفرق بين الاكشوال والثيوريتيكال انت هتحدد. طلع كبير 20 اعمل شيت بايل 15 7.5 في 2 واعمل قدمه 5. فاهم قصدي؟ يعني انت اللي هتحدد حسب اللي بختار الفرق. حسب الفرق. تمام؟ شكرا. أدمة دي اللي هي رجل الناس كده يا دكتور؟ نعم. أدمة دي اللي هي زي الجزء اللي بيبقى نازل منازل من هنا كده، بيبقى نازل ونازل في التربة تحت ال يعني ده الأبرم بتاعي، ألاقيني نزلت كده 2 متر كده وطلعت تاني هنا. يعني طب دلوقتي يا دكتور السؤال الأولاني اللي أنا سألته بتاع الأبليف، أنا أحسب من عند آخر نقطة في القعدة. أيوه. يعني طب ما مش من الايه يعني، طب ما كده الاتش اللي هي الاتش زائد التي في الجاما اوتو. مظبوط تمام كده مظبوط. يبقى كده عند بيها تبقى شبه منحرف مش راس مسلم. بالظبط. والحته هنا هتبقى على قد التي وهنا على قد التي، هيزيد خط هنا على قد التي والتي هنا، يعني زياده الاتش ده اللي قصدي كده. انا هرسمها واظبطها الحته دي. تمام شكرا. طبعا القدمه لما بختارها بتحميني في الاكزيت جريدينت، اني بطول المسافه بتاعه معطل السرعه اللي ماشيه هنا، فلو عملت قدمه في الجزء ده بتفيدني في حاجتين، تطول لي سي البركوليشن لينس شويه، وفي نفس الوقت بتحمي الاكزيت جريدينت، تخلي لي الاكزيت جريدينت سي. فانا بفكر فيها الاول، لو الفرق السي بي ال ال سيرتيكال واكشوال بسيط، او لو الاكزيت جريدينت كريتيكال بعمل قدمه. فانا اللي بختار حسب التصميم برضو، ترايل وايرور، اشوف ده يكفي اعمل شيت بايل وقدمه 2 شيت بايل وهكذا يعني. تمام. انا يهمني بس تكون فهمت الدنيا ماشيه ازاي، يعني هنحتاج ايه، هنعمل ايه، نعمل تشيك على ايه، ايه اللي بيسيف، ايه اللي بيكسر. يعني مثلا لو الاب ليفت هيكسر هنا معايا، الاقي الجزء ده اتكسر لوحده، ده انفصل، لانه هنا الفورس بتاعت المثلث ده ممكن تبقى اكبر من وزن الجزء ده، يروح ده مكسور وده يفضل زي ما هو، البوابه بالجزء ده يفضل وده اللي يكسر ويفصل خالص، نتيجه ان الفورس اللي جايه من الجزء ده كبيره. معايا يا جماعه؟ هنشوف الانهيارات في المود لما نتكلم على المودس اوف فيلير، احنا عدينا عليها بسرعه عشان ناخد فكره انواع الفيلرز الكتيره. لما نيجي نتكلم على الاستابيليتي اجينست ابليفت، هيبقى عندي كذا تشيك على كل الاب ليفت، تشيك على الاجزاء الكريتيكال، تشيك على السيكنس، كل ده الاب ليفت عندنا بياخد جزء كبير جدا من حسابات الهيدروليك ديزاين، او من اخطر الحاجات، يعني اخطر من الهيدروليك جامب واخطر من السكاور، لان اللي فوق سهل اتعامل معاه، انما اللي تحت بيبقى او الاب ليفت بيبقى معظم المنشآت بتنهار بسببه، فبياخد معايا تشيكات كتير عشان اطمن ان في جميع حالات التشغيل مش هيحصل مشكله. لما من ضمن الحاجات اللي ما تعملتوش معاها قبل كده هو الفلو نت والسيبج، زي ما قلنا ازاي نحسبه، ازاي نرسمه، ازاي نحسب منه الاب ليفت والاكزيت جريدينت، ده من ضمن الحاجات اللي احنا هنتعامل معاها وهنحسبها بالتفصيل وقواعد الرسم بتاعتها. هو المفروض الجزء ده بيتاخد في الصويل الرابعه، بس انا ما اعرفش انتوا بتاخدوه ولا لا، اللي هو الفلو نت والسيبج المفروض الصويل الرابعه بيتاخد فيه، بس احنا بنديه عشان هو اساسي بالنسبه لنا في الري.
لما نتكلم على الاستابيليتي زي ما قلنا قبل كده ان انا عندي ستراكشر استابيليتي وهيدروليك استابيليتي. انا خلاص قربت اخلص. الاستابيليتي في الستراكشر بيبقى اوفر تيرنينج وشير واوفر ستريسز، والستراكشر الهيدروليك الاساسي ابليفت وسكور وبايبلاين. لو انا عندي ستراكشر استابيليتي زي ما قلنا بيبقى اوفر تيرنينج واوفر ستريس وسلايد وشير. فانا براجع معاكم المعادلات بس بفكركم المعادلات عشان لما نيجي اقول لك برده اعمل لي ستراكشر ديزاين تبقى عارف انا اقصد ايه بكلمه كومبليت ستراكشر ديزاين. الماتيريال لو مش معطاه بالنسبه لك فانا مديالك رينج تفرض بيه الستريسز والجاما والسي والفاي والميو، يعني أرقام تستعين بيها. لو مش معطاة بالنسبة لك وانت بتصمم تقدر تشتغل على الأرقام بتاعت الماتيريالز بروبارتس اللي موجودة هنا. طبعا الأوفر تيرنينج بشوف الريزيستنج مومنت على درايفنج مومنت. في المنشآت بتبقى من 1.5 لـ2. أنا لو ريتيرنج وول غير منشأ كامل غير سد، يعني المعادلة هي المعادلة إنما الفاكتور أوف سيفتي هي اللي بتتغير. فهنركز على الأرقام اللي أنا بديها كمنشآت. ومعاكم برضو الكود بتاع الناطر موجود اللي عايز يطلع عليه ويقرأ عليه بالعربي هيبقى سهل جدا. أجي الـ against sliding سيجما الـ horizontal forces على سيجما الـ vertical forces أقل من 75%. والفاكتور أوف سيفتي الميو اللي هو معامل الاحتكاك بين الخرسانة والخرسانة أو الخرسانة والتربة حسب ما احنا شغالين يبقى أكبر من 1 بس. احنا كان عندنا بتبقى 1.5 و2، لا في المنشآت عشان حجمها كبير بناخد الفاكتور أوف سيفتي 1 بس. طبعا الاستابيليتي بالنسبة للستريسز بنطلع الاكسنتريستي، وطبعا عشان المنشأ يبقى ستيبل لازم الاكسنتريستي تبقى في الثلث الاوسط عشان ما يتولدش عندي اي تنشن فورسز لو المنشأ ما فيش فيه تسليح، وده غالبية منشآت الري ما فيهاش حديد تسليح. فانا بحاول اخلي الاي بتاعتي وزينة الثلث الاوسط وبعمل اطلع الاستريسز بتاعتي الماكسيموم والمينيموم بالمعادلة العادية. ممكن تستخدم المعادلة دي اللي بيستعملوها في السويل، وممكن تستعمل الاي اكس الام اكس والاي اكس والام واي والاي واي اللي هي معادله الاستراكشر. دي شغاله ودي شغاله والاثنين بيدوا نفس النتائج. لو عايز تعمل ستريسز بين الخرسانه وبعضها او عايز تعمل ستريسز بين الخرسانه والتربه اللي تحتها، هنا الكيو الامبل دي بالنسبه للتربه ودي المعادله اللي بتوع السويل بيستعملوها. لو استعملت المعادلة الثانية ممكن استعملها بين أجزاء الخرسانة وبعدها، ودي من طول الخرسانة وطول الستركشر بيستعمل برضو الاثنين هيدوني نفس النتيجة ما فيش فرق. دي كانت آخر سلايد عندي. احنا كده عدينا على أنواع الديزاين والاستابيليتي اللي احنا هنتعامل معاها. طبعا أنا بفكركم بس بالحاجات دي لأنه هي مشروحة، بس لما نيجي نطبقها وتقابلنا مشاكل هنقول احنا هنطبق في انهي جزء على القاعدة كلها ولا الجزء اللي ممكن يكسر من القاعدة وهكذا. يعني الفرق هو القطاع اللي هناخد عنده التطبيق، لكن المعادلات هي هيها ما فيهاش تغيير. انا حبيت افكركم المحاضرة دي ريفرنس بالنسبة لك، يا ريت تقراها كويس وتذاكرها كويس تحاول تفهمها. واول ربع ساعة من المحاضرة الجاية ان شاء الله اللي عنده اي جزء فيها استفسار برضو يسألني. في شابتر انا كنت عاملاه على السيبج والابليفت عشان هو جديد عليكم موجود في الجزء بتاع الشابتر ده، جزء من كتاب بتاعي بس انا مش بنزله كتاب، بنزله شباتر للطلبه. ففي جزء كبير وشرح بالتفصيل السيبج والابليفت والفلونت، فيا ريت تبص عليه موجود عندك شابتر وعندك ريفرنس والاساينمنتس، يعني كل ده موجود على الجروب. في امثله محلوله موجوده لو تحبوا نطبعها ككتاب بسعر التكلفه ما عنديش مشكله، تحبوا نرفعها على الجروب من ضمن المسائل المحلوله انا برضو ما عنديش مشكله. شوفوا اللي يناسبكم، تبقى في ايدكم ورق ولا تبقى موجوده على امثله محلوله على الكورس كله، يعني مش على، وفي نماذج امتحانات محلوله كمان على الكورس السنين اللي فاتت. لو تحبوا نطبعها في حاجه بسيطه في التكلفه بسعر التكلفه انتوا تطبعوها بمعرفتكم ما عنديش مشكله، تحبوا ارفعها لكم على الجروب برضو زي ما تحبوا ما عنديش اي مشكله.
ده بالنسبة للمحاضرة بتاعت النهاردة، محاضرة أساسية، ياريت اللي محضرهاش يشوف التسجيل بتاعها، وهنتظر الفيدباك بتاعكم. الشيت جاهز، وما بحبش انزله قبل المحاضره عشان ما تتخضوش. ان شاء الله النهارده بالليل او بكره الصبح هيبقى معاكم. في اي مشاكل بالنسبه للسكاشن؟ عندي سؤال بس يا دكتور، هو الماده العلميه كلها هتبقى بي دي اف ولا حضرتك بتنزلي كتاب؟ لا مش بنزل، بس ممكن انزل الامثله المحلوله علشان تبقى في ايدك وتشخبط عليها هتبقى كويسه. لا ما بنزلش، انا ما بحبش ابيع للطلبه كتب بصراحه، مش من مبدئي ان انا ابيع كتب اساسا. انا دايما برفعها بي دي اف، واللي عايز يطبع يطبع على حسابه. بس الامثله المحلوله عشان مهمه وبالارقام وتحتاج تبقى ماسكها في ايدك تسال فيها، فممكن تكون بالنسبه لك كويسه ان يبقى معاك امثله محلوله او امتحانات محلوله. فلو تحبوا تشوفوا اديكم الجزء وتشوفوا يتكلف قد ايه وانتوا اللي تطبعوه مش انا، انا ما عنديش مشكله. حبيتوا ارفعه لكم وكل واحد برضه يذاكر. بس قلنا بي دي اف وخلصنا، واللي عايز يطبع يبقى يطبع منطقه. انا ما عنديش مشكله خالص، انا ممكن ارفعه وممكن اطبعه ويتوزع بسعر التكلفه، انا ما باخدش اي حاجه من الحاجات اللي بتنزل. معانا وقت، انا مش يعني مثلا اما ننزل الوير هنبتدي ننزل حلول على الوير امثله، ما بنزلهاش قبل ما انتوا تاخدوا الشيت، بشرحها ولما بتسلموا الشيت بنزل الحل عشان ما يبقاش فيه استسهال في النقل. فاحنا قدامنا وقت لحد الميدترم على ما انزل لكم جزء في الامثله. وانا بحب ارفع كل حاجه على جروب، انا بقول لكم انتوا لو تحبوا. والجزء بتاع السيبج بصوا عليه، انا هنزل لكم ريفرنس كمان مش بتاعتي، شباتر من كتب او اكواد تساعدك في الفهم لو حبيت، يعني جنب المحاضره يبقى كانك معاك ريفرنس تبص فيه كمان بدل ما تقعد تدور بنفسك على النت. اي اسئله؟ ان شاء الله باذن الله احنا عندنا محاضره اونلاين كل يوم ثلاث، سواء بقى في محاضره في الكليه او ما فيش، انا رتبت وعملت انفيتيشن كل اسبوع هيبقى عندنا محاضره من 12:30 ل 2:30 باذن الله، يعني علشان نستفيد حتى لو بعدد محاضرات اكتر يبقى ما نستعجلش ونسرع، نبقى نتكلم براحتنا وناخد راحتنا في الشرح. تمام؟ تمام يا دكتور، استودعكم الله. سلام. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.